مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. احداث كتير جدا جوه النادي الاهلي بتحصل، اهمها طبعا معسكر الفريق في كرواتيا، واكيد كلكم حضراتكم متابعين هذا المعسكر، واحنا معاكم ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه. كان من شويه الزميل محمد سعيد في اخبار الاهلي اتكلم عن المعسكر، وكان معاه امير هشام في مداخله، وهنجيب امير هشام مره ثانيه عشان نعيشكم جو المعسكر كله، ونبين لكم قد ايه احنا مهتمين ان تعرفوا كل كبيره وصغيره في معسكر النادي الاهلي. كمان في اجتماع هام جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن والاسطوره محمود الخطيب، لسه شغال لغايه دلوقتي، هنقول لكم برده بعد قليل اول ما يخلص نتائج هذا الاجتماع مع الزميل كريم احمد لايف من جوه النادي الاهلي فرع الجزيره. ايضا في مدينه نصر احداث لعبه السباحه ومسابقه السباحه اللي بيقدمها النادي الاهلي او في قلب النادي الاهلي في مدينه نصر، كل هذه الاحداث بتشمل النادي الاهلي وان شاء الله كلها متواجده بالنجاح كالعاده. معسكر مهم جدا للفريق النادي الاهلي بعد معسكره في الاسكندريه بقياده الفرنسي باتريس كالتيرون، معسكر مهم جدا، وقلت لكم بفكركم ان هيبقى فيه مباراتين ان شاء الله، مباراه يوم الجمعه القادم ومباراه يوم 9 قبل عوده الفريق بيوم واحد، لكن اهميه المعسكر بنحاول ان احنا نعيشكم فيها. انا عارف انتوا قد ايه مهتمين بفريق الكوره، عايزين تعرفوا كل كبيره وظاهره بتحصل في المعسكر، عايزين تعرفوا الفريق في حاله انضباط ولا مش في حاله انضباط، عايزين تعرفوا شكل الفريق مع كالتيرون، شكله الجديد قبل المباراه المهمه مع بطل بتسوانا تاونشيب، المباراه اللي بتستنوها كلكم واحنا كمان بنستناها يعني على امر من الجمر. لكن ان شاء الله معسكر شكله في الاول وفي الاخر معسكر يليق بالنادي الاهلي، معسكر كله التزام، شفتوه بدا من اول العقوبات اللي خدها محمد يوسف ثم كالتيرون مع ازارو ومع احمد حمدي، بيقولوا ان احنا مش جايين نهزر، وانا باكد دايما على المعلومه دي، مفيش حد بيهزر جوه النادي الاهلي، واللي بيهزر اكيد مكانه هيبقى بره النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دايما رجاله ودايما عند حسن ظن الجميع في اي وقت وفي اي مكان، وبرده مجلس الاداره وبرده فريق الكوره مع مدرب او الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي دايما كله بيبقى عند حسن ظن الجميع وعند حسن ظن الجماهير الاهلاويه اللي ملهاش طموح، وانا دايما بقول ملهاش طموح، وفرحان جدا ان جماهير الاهلاويه ملهاش طموح، ودي حاجه صحيه وحاجه جميله جدا، وان كانت بتزيد العبء على الجميع عشان يكلل دايما بالنجاح او مفيش اختيارات غير نجاح، لكن هو ده قدر النادي الاهلي وقدر كل اللي شغالين فيه وكل الالعاب فيه، مفيش اختيار غير اختيار واحد بس، هو اختيار النجاح والمراكز الاولى والتتويج بالبطولات. هنجيب لكم امير احمد او معايا امير احمد امير هشام علشان يقول لنا المعسكر انتهى يومه ازاي وكل كبيره وصغيره في المعسكر. امير هشام اهلا بك يا امير. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني انا بشكرك على تعبك بصراحه وعلى التغطيه المميزه، احنا دايما معانا في كل كبيره وصغيره ومعانا في كل وقت شويه مع محمد سعيد وطالع معايا وامبارح، يعني بصراحه تغطيه مميزه جدا وتعب، ان شاء الله يتوج الكل بالنجاح يا امير في هذا المعسكر. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، بصراحه الامور ماشيه بشكل جيد هنا في معسكر النادي الاهلي في كرواتيا، استعدادات قويه جدا من قبل الفريق والجهاز الفني، كله مركز بشكل كبير، كله عنده حاله من الجديه المطلوبه خلال الفتره دي، وخصوصا ان احنا داخلين على مرحله مهمه وحاسمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراتي تاون شيب، التركيز كله منصب على المباراتين دول، مباراه يوم 17 مباراه يوم 27. الجهاز الفني مركز جدا مع اللاعبين سواء في التدريبات او حتى خلال الجلسات اللي بتعقد بشكل مستمر ما بين الجهاز الفني واللاعبين عشان يكون في فكر متقارب بشكل كبير، وخصوصا يا كابتن ميدو زي ما انت عارف جهاز فني جديد اكيد بيبقى ليه افكار مختلفه واسلوب مختلف في الطريقه وفي اللعب، التواصل اكيد مهم جدا ما بين اللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره دي، فالامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد جدا. خليني اقول لك البرنامج الخاص بالفريق ماشي ازاي منذ وصول الفريق اول امس، طبعا ما كانش فيه مران خالص للفريق، الجهاز الفني فضل ما يكونش في مران عشان تجنبا للارهاق بسبب السفر، امبارح كان تدريبين على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، النهارده نفس الحال بالنسبه للفريق فتره صباحيه وفتره مسائيه. خليني اقول لك التوقيتات بالظبط او البرنامج بالظبط بالنسبه للفريق اليوم، يعني النهارده مثلا الصبح الساعه 8 صباحا بيبقى ميعاد الفطار بالنسبه للفريق، بعديه بساعتين بالظبط الساعه 10 الصبح بيبقى المران الاول بالنسبه للاعبين، بعد ما بيخلصوا المران بيرجعوا على فندق الاقامه، بعديها بساعه بالتحديد الساعه 1 بيكون في ميعاد الغداء بالنسبه للفريق والبعثه بشكل عام، وايضا ليها طبعا الفريق بيروح للغرف الخاصه بيه، بيبقى في تركيز، ما فيش تحركات
كتير بالنسبه للاعبين، خصوصا انت عارف يا كابتن ميدو اكيد حضرت معسكرات كتير زي دي، بيبقى الامور كلها مطبقه في التركيز بالنسبه للاعبين داخل فندق الاقامه، مفيش اي تحركات خالص. بعديها بيبقى المران المسائي بالنسبه ليهم، بيبقى الساعه 5 مساء بيخلصوا المران بيرجعوا على فندق الاقامه، بيبقى في ميعاد العشاء الساعه 8 بالليل، وبعديها الفريق على طول او كل اللاعبين بيتوجهوا للغرف الخاصه بيهم. الاجواء بشكل عام جيده جدا، سواء من ناحيه المناخ، من ناحيه مقر الاقامه، من ناحيه ملعب التدريب جيد جدا جدا جدا. خليني اقول لك المناخ يمكن درجه الحراره يوميا بتبقى ما بين 23 او 25 درجه، يعني الجو مناسب قوي قوي قوي، لا هو حر قوي ولا الجمهور برد بالنسبه للاعبين، فاعتقد جو مناسب وملائم جدا بالنسبه للفريق. النهارده بس الصبح كده او من امبارح بالليل الساعه 2 كان في مطره شديده قوي لحد الساعه 9 الصبح قبل المران بتاعه بالتحديد، وبعد كده الشمس طلعت، الامور عادي خالص، اي مشكله بالنسبه للاعبين او مفيش اي عوائق بتواجه الفريق بشكل عام. الامور ماشيه بشكل جيد يا كابتن جدو، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله دي، وانت عارف ان هي مرحله مهمه وحاسمه بالنسبه للفريق، بيستعدوا من خلالها لبدايه او العوده لبطوله دوري ابطال افريقيا. بكره ان شاء الله هيكون مران واحد بس تمام لفريق النادي الاهلي، هيكون في تمام الساعه 5 مساء، وخصوصا ان بعد بكره اولى مباريات النادي الاهلي الوديه هنا في كرواتيا، وهتكون بالتحديد في سلوفينيا. الفريق هياخد اتوبيس بعد الغداء مباشره، يعني الاتوبيس هيتحرك الساعه 2 او 2 ونص هنا في كرواتيا لحد سلوفينيا. الطريق بيستغرق حوالي ساعتين عشان ان شاء الله يخوضوا اول مباراه امام فريق اولمبيا السلوفيني، اللي هتكون مباراه في تمام الساعه 5 والنصف من المفترض طبعا يعني، لكن كله ماشي بشكل جيد. خليني اقول لك برضو ان بكره هينضم الدوليين لمعسكر النادي الاهلي، هيوصلوا كرواتيا الساعه 11 صباحا، لحد ما يوصلوا مقر الاقامه هتكون الساعه 1 ظهرا. طبعا الطريق من المطار لمقر الاقامه حوالي ساعتين بالظبط، وخصوصا ان مكان المعسكر خاص بفريق النادي الاهلي على الحدود مع السلوفينيا، المسافه يمكن بعيده شويه. هينضموا ان شاء الله الدوليين بكره بتوع النادي الاهلي، بعد بكره علي معلول ان شاء الله هيوصل تقريبا في نفس التوقيت، لسه حسب خطوط الطيران الخاصه بعلي معلول، وهو جاي طبعا من تونس زي ما احنا عارفين، عشان يكتمل ان شاء الله الفريق بشكل كامل في هذه الفتره المهمه يا كابتن. تمام يا امير، يعني معلومات طبعا كافيه وواضحه لكل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد هم عايزين يعرفوا معلومات اكتر. كلمنا عن الاكل والشرب وطريقه المعيشه في الفندق، يعني كلمنا عن التفاصيل الصغيره اللي بيحبها جماهير النادي الاهلي يا امير. زي ما بقول لك كابتن ميدو، يعني انت عارف المعسكرات دايما ما بيبقاش فيها يعني حاجات مختلفه خالص، الاكل ده اكيد طبعا اكل مناسب جدا بالنسبه للفريق، سواء الفطار الغداء العشاء، كلها التوانات اللي بيحتاجها الفريق وتساعده صحيا بشكل كبير جدا ان هو يؤدي التدريبات بشكل مريح، فده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، بالحاجات دي بيبقى في اهتمام كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي بيها، عشان هي بتبقى احد الاشياء المهمه بالنسبه للاعبين في خوض التدريبات، ويكونوا يعني صحيا لائقين لخوض التدريبات بشكل عام، فاكيد الاكل بيبقى مناسب وملائم، بيبقى على حسب طبعا الاختيارات والمكونات اللي تفيد اللاعبين في الفتره دي. لكن خليني بالمناسبه كمان اكلمك عن بعض اللاعبين وحالتهم، يعني يمكن زي ما احنا عارفين ممكن يكون في بعض الاصابات، يعني انا كنت اقول لك على الاصابات والحاجات دي، يعني ماشي اتفضل. تمام، احمد السيف يعني لسه شويه عنده جزع في الركبه امامه حوالي 10 ايام او اكثر قليلا، فبالتالي لسه بيعمل بعض التدريبات التاهيليه مع دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. باسم علي للاسف بعد ما كان شارك التدريبات الصباحيه امبارح خد خبطه في الركبه، نصف تدريب المسائي في نفس الاصابه بالنسبه له، فيعني لسه ما تحددش مده غياب باسم علي، لكن هم مستنيين الالام بالنسبه له تروح عشان يقدروا يحددوا هل باسم هيقدر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي ولا هيبقى محتاج وقت اكتر. ده بالنسبه لا وضح لي الاصابه يا امير، وضح لي اصابه باسم تحديدا، هي الاصابه القديمه جات له تاني؟ اللي هي هو عنده يعني زي الام في رباط الركبه، في نفس الركبه اللي كان مصاب فيها الفتره اللي فاتت، الالام عودته امبارح في المران المسائي، فعشان كده طبعا تم راحته وبيعمل بعض التدريبات العلاجيه والتاهيليه بالنسبه له. لسه الامور بالنسبه لباسم علي هنعرف خلال بكره هل هيقدر ان هو يلحق التدريبات بشكل عام في المعسكر، لكن الحاله يعني مش صعبه قوي، يعني تمام
سعدنا خطيب هيقدر يعود للتدريبات بشكل جماعي مع الفريق. بالنسبه لحسام عاشور، حسام عاشور كان اتصاب في المران الصباحي امبارح اللي هو اول مران للنادي الاهلي، ما شاركش، او باتش كاترون فضل ان هو ما يشاركش في التدريبات، فبالتالي ما شاركش في مران المسائي، والنهارده كمان الصبح ما شاركش، لكن المران المسائي لسه منتهي منذ لحظات يا كابتن ميدو. تمام. شارك بشكل طبيعي جدا، بيسدد على المرمى بشكل جيد جدا، فحسام عاشور خلاص تمام يعني التدريبات بشكل عام، يعني الامور كويسه ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله المهمه دي يا كابتن. كلمني عن حاله الانضباط بصفه عامه في المعسكر يا امير، خصوصا باتريس كالديرون، مش عايز اقول اظهر العين الحمراء، لكن هو يعني قال يا جماعه احنا مش جايين نهزر، وابتداها مع احمد حمدي باستبعاده خارج معسكر اوكرانيا. كلمنا عن حاله التزام العامه في هذا المعسكر. انت عارف دايما يا كابتن ميدو اي مدرب اجنبي يعني ما بيبقاش بيهزر، بالذات الراجل ده بصراحه راجل يعني شخصيه جيده جدا، هو مش يعني طريقته مش بعجرفه مثلا مع اللاعبين او يخلي اللاعبين ما تحبوش، لا، بس في نفس الوقت هو بيبقى عنده مبادئ معينه. تمام. اشياء معينه ما فيش فيها هزار خالص. وفي نفس الوقت كمان انا شايف ان هو بيكتسب حب اللاعبين من خلال التدريبات، الراجل يعني في بعض الامور كده بيبقى بيتكلم مع اللاعبين ممكن بعد التدريب، بعد التدريبات في الاوتيل او حاجه، شاف لعيب مثلا او حاجه قاعدين بيتغدوا بتاع، بيبقى في هزار، بيبقى في جو من الفرح. يعني انا بيفكرني شويه الحته دي بالذات بمستر يورجن كلوب المدير الفني بتاع ليفربول، يعني صاحب اللعيبه كده شويه، وده جزئيه مهمه، الراجل بيشتغل على العامل النفسي بشكل جيد جدا جدا مع اللاعبين، وده شيء مطلوب يعني بالنسبه لهم. فبالتالي الالتزام كبير جدا من اللاعبين، وخليني اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي دايما يا كابتن ملتزم على الالتزام، اللي بيغلط او حاجه دايما طبيعي بيتعاقب، دايما ممكن حاله احمد حمدي الجهاز الفني شايف انه غلط في حاجه معينه، فشايف ان المناسب بالنسبه له الفتره دي انه لازم يتعاقب، ما بقاش موجود في معسكر الفريق، وهي بصراحه يعني كانت مرحله مهمه جدا لاحمد حمدي وفرصه كويسه بالنسبه له، لكن درس اكيد هيتعلم منه. في جزئيه كمان يعني فيما يخص وليد ازارو، الراجل يمكن قعد مع الجهاز الفني سواء مستر باتريك كاترون، في البدايه قعد مع كابتن محمد يوسف الاول، بعد كده قعد مع كاترون وكابتن محمد سويا، اتكلموا كتير مع بعض، الواضح ان الولد جاي له عرض مغري ماديا، فبالتالي ممكن تكون وجهه نظره او هو شايف ان الافضل الفتره الجايه انه يخرج، فخلاص مستر باتريك كاترون كابتن محمد يوسف خلاص احنا هيجي لنا عرض مناسب بالنسبه للنادي، العرض المناسب مثلا 10 مليون لو اوكي احنا موافقين، لو مش اوكي انت هتبقى مكمل معانا. في نفس الوقت وليد ازارو قال خلاص اللي شايفه النادي انا ما عنديش اي مشكله فيه، انا اصلا داخل النادي الاهلي وملتزم. عايز اتكلم بالذات على التزام وليد ازارو، لاعب محترف جدا يا كابتن، الراجل رغم ان في عرض وفي كلام كتير عن ان هو ممكن يمشي من النادي الاهلي، لكن هو على فكره بيحب النادي جدا وبيحب جمهور النادي الاهلي جدا، فملتزم جدا في التدريبات، بيأدي التدريبات بشكل كبير. امبارح في التدريبات بالتحديد امبارح اللي هو كان اكثر يوم فيه كلام على وليد ازارو، كان متألق بشكل مدرك جدا في التدريبات، فده معناه ان هو لاعب محترف، يعني طبيعي انه ممكن يجي له عرض يوافق عليه، ممكن النادي ما يوافقش، لكن هو سايب كل الامور دي للظروف، وزي ما اداره النادي الاهلي تشوف الامور المناسبه بالنسبه لها وايضا المناسبه بالنسبه له، فبالتالي هو مركز بشكل كبير جدا وبيأدي التدريبات بشكل جيد جدا، ومش هو بس كل اللاعبين يعني في قدم التدريبات. خليني اقول لك ايضا ان حسام عاشور يعني كابتن فريق النادي الاهلي بيبقى في جلسات ما بينه وما بين اللاعبين بيتكلموا عن الفتره الجايه واهميتها وضروريه هذه الفتره بالنسبه للفريق وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي المتعطش جدا 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 لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد غيابها فتره كبيره، مش متعودين على كده، لكن هي بطوله مفضله دايما للنادي الاهلي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ان هو ياخدها تاني ونرجع نلعب في كاس العالم للانديه، فبالتالي يعني في تركيز كبير ان شاء الله منهم، وربنا يا رب يوفق اكيد الجهاز الفني واللاعبين في المرحله المهمه دي قبل ان شاء الله ما يرجعوا للقاهره ويواصلوا تدريباتهم عشان المباراه المهمه امام فريق تاونشيب يا كابتن. يعني امير اخر سؤال عشان عارف ان احنا يعني بنتعبك شويه معانا، لكن معلش بقى استحملنا شويه، يعني قول لي مدى استيعاب اللعيبه لفكر باتريس كالترون حتى هذه اللحظه. طيب مع التدريبات، مع توالي التدريبات، مع توالي الوقت اكيد ومرور الوقت بيبقى في استيعاب اكبر بشكل كبير. انا سالت بعض اللاعبين في هذه الجزئيه بالتحديد، هم شايفين ان مع الوقت بيبقى في استيعاب لفكر مستر باتريك كاترون، خصوصا ان فكره اكيد مختلف عن فكر الجهاز الفني السابق بطريقه كابتن حسام البدري، فبالتالي الجلسات زي ما قلت لك في بدايه المكالمه كان شيء من ضمن الاشياء المهمه جدا في استيعاب فكر الراجل، الشكل اللي عايز يلعب بيه، الامور التكتيكيه، ويمكن النهارده واضح كمان في التدريبات بعض الامور
الامور التكتيكيه اللي ركز عليها بشكل كبير مستر باتشيس كارتيرون، واضح بالنسبه له ان الناحيه التكتيكيه طبعا بالنسبه لاي مدرب مهمه جدا، لكن هو ركز بشكل كبير جدا على هذه الجوانب، وايضا الجوانب البدنيه احدى العناصر الاساسيه بالنسبه له. اذا الراجل مركز بشكل عام في كل الامور اللي تهم الفريق، وخصوصا ان هو طموح جدا يا كابتن ميدو وهو متفائل. طيب للاسف المكالمه انتهت مع امير هشام، لكن اعتقد ان امير يعني قال لنا معظم الحاجات اللي انا كنت عايز اساله عليها، لان انا كنت عايز اطمنكم بصراحه عن كل كبيره وصغيره، حتى قلت لها حتى الاكل والشرب في المعسكر عشان تطمنوا على كل حاجه في معسكر باتريس كالتيرون ومدى التزامه ومدى جديته اللي بينقلها للعيبه بشكل عام. واكيد انتوا حضراتكم عارفين ان لعيبه النادي الاهلي دايما ملتزمه ودايما عند حسن الظن، لكن ساعات بتحصل هفوات زي اللي حصلت. كمان كلمتوا عن استيعاب اللعيبه الفكر الفني، يعني كمان امير قال لي مع الايام مع الوقت اللعيبه بتبدا تستوعب فكر كالتيرون، وكمان قال لي ان هو شخصيه ملتزمه جدا، شخصيه محبوبه جدا، وقت الشغل شغل وقت الهزار هزار، فاكيد دي طريقه احترافيه. ان شاء الله ان شاء الله يعمل حاجه مع لعيبه النادي الاهلي اللي حاسين بحجم المرحله اللي احنا فيها وحجم التحديات الكبيره اللي داخل عليها النادي الاهلي، لكن احنا دايما عند حسن الظن. انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي طالما وراها جمهور كبير ومجلس اداره كبير وكل الناس ورا هذا الفريق. كمان كلمني على حب اللعيبه للنادي الاهلي، ومين ما يحبش النادي الاهلي؟ دي حقيقه، مين ما يحبش النادي الاهلي ومين ما يحبش جمهور النادي الاهلي؟ دايما بقف في ظهر اللعيب لغايه لما يخليه نجم كبير جدا، فيكون رد فعل النجم ده ان هو يقول النادي الاهلي هو مكاني هو بيتي والنادي الاهلي اللي عايز يعمله يعمله. ودي اللعيبه فعلا الاصيله، اللعيبه المحبه لناديها، وايا كان كل في شغله كله عارف قيمه النادي الاهلي الكبيره جدا، وكله عارف قد ايه النادي الاهلي بعد ربنا صاحب فضل كبير قوي على، مش هقول لعيبه، على اي حد بينتمي لهذا الكيان الكبير. دي كانت اخبار المعسكر، يعني حاولنا نغطيها بقدر الامكان. كمان امير كلمنا على الحضور الخماسي الدولي اللي هينتظم في معسكر النادي الاهلي بكره ان شاء الله، احمد فتحي وشريف اكرامي محمد الشناوي وسعد سمير وايمن اشرف، لعيبه تقيله جدا ولعيبه مع الموجودين كمان مؤمن زكريا اللي راجع، وحاجه بصراحه ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع، وان شاء الله نتخطى عقبه افريقيا اللي انا شايفها سهله ان شاء الله، سهله على النادي الاهلي بحجمه واسمه ان شاء الله. هينضموا المعسكر بكره، يوصلوا الساعه 11 صباحا، هيوصلوا معسكر الاقامه او فندق الاقامه الساعه 1 ظهرا. كمان علي معلول هيصل يوم الجمعه في نفس التوقيت تقريبا، يوم الجمعه هيبقى فيه مباراه زي ما قال امير هشام مع بطل او البطل السلفيني او فريق السلفيني اسمه اولمبيا السلفيني، فريق اولمبيا السلفيني فريق ثالث او رابع الدوري السلفيني، المفروض ان هي تبقى مباراه عشان يشوف فيها باتريس كالتيرون اللعيبه ويشوف فيها مدى استيعابهم لطريقته وفكره الفني. لسه في مباراه ثانيه ان شاء الله يوم 9 باذن الله، هتكون برده مباراه قويه جدا عشان يختم النادي الاهلي معسكره ان شاء الله انه يكون ناجح جدا بعد يوم 10. كمان قال ان في تدريبات تاهيليه لباسم علي مهاجم مدافع النادي الاهلي، مدافع الايمن النادي الاهلي، باسم مش عارف فيه ايه بصراحه، يعني حظه صعب جدا، يعني مصدق نقول باسم الحمد لله رجع تاني ودخل فورمه، بتعوده نفس الالام في نفس المكان للاسف، ان شاء الله تكون يعني الموضوع بسيط. كمان اتكلم على احمد الشيخ وقال انه قدامه 10 ايام، اتكلم على حسام عاشور، الحمد لله كابتن النادي الاهلي حسام عاشور راجل جدا، لعيب الراجل جدا، رجع تاني للتمرين النهارده مفيش اي مشكله، واتكلم عن كل الامور الخاصه بهذا المعسكر. ده كان اخبار معسكر النادي الاهلي اللي حاولنا نغطيها لكم على قد ما بنقدر، وبنحاول ان احنا نعيشكم في جو المعسكر في اوكرانيا. طيب نروح بقى نشوف اتحاد الكرة بيقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز يوم الحد إن شاء الله الساعة 1 أعتقد أو الساعة 11، الساعة 11 إن شاء الله هتقام القرعة. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بيقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم 2018-2019 يوم الأحد المقبل في الساعة 11 قبل الظهر إن شاء الله بمقر الجبلية. اتحاد الكرة وجه الدعوة لمندوبي أندية الدوري الممتاز 18 لحضور قرعة الدوري المقرر انطلاقه يوم 1 أغسطس، أكيد حضراتكم عارفين إن هي أجلوا الميعاد 3
ايام او قدموا الميعاد 3 ايام. قررت لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين اقامه الدوري الجديد في شهر اغسطس على ان ينتهي في اغسطس المقبل بسبب كثره البطولات، الى جانب طلب الكاف الاتحاد الافريقي انهاء مسابقتي الدوري الابطال والكونفدراليه قبل نهايه شهر مايو. دي كانت الاخبار اللي طلعت من اتحاد الكره. ان شاء الله تكون مسابقه كمان وتكون مسابقه ناجحه ويقدر ينهيها اتحاد الكره على الوجه الامثل والوجه المنتظر بالنسبه للجماهير المصريه اللي دايما بتتعشم ان شاء الله يعني يكون عشمها يجي كده في مكانه باذن الله. نروح لاخبار الدوري. طارق يحيى المدير الفني لبتروجيت قال ان الاثيوبي جيمس بيكلي لاعب نادي بتروجيت او صانع العاب ولعيب مهم جدا عند فريق بتروجيت صانع العاب الفريق مستمر مع الفريق في الموسم المقبل. جيمس بيكلي كان جاله عروض من انديه عربيه ومن انديه جوه مصر، لكن طارق يحيى او اداره مجلس اداره بتروجيت قال ان احنا متمسكين بجيمس بيكلي خصوصا انه لاعب ملتزم جدا، لاعب مفيد جدا للفريق. طارق يحيى كمان داخل السنه دي مش عايز يهزر، عايز يعمل اسم البتروجيت او يحطهم في المكان المناسب لبتروجيت. كنا بنلتقي معاه الموسم اللي فات دايما بعد المباريات وكان بيقول ان انا ان شاء الله استنوني السنه الجايه اعمل حاجه مميزه لفريق بتروجيت. تحديات كبيره جدا في الدوري المصري السنه الجايه يا جماعه، عايزه نفس طويل وعايزه احترافيه شديده في التعامل الاداري والتعامل الفني ايضا. عشان كده الكابتن طارق يحيى قال لا نيه لبيع جيمس بيكلي بعدما ابدا اللاعب كمان رغبته في البقاء مع بتروجيت. طيب عشان نعرف كمان مزيد من التفاصيل معايا النجم الكابتن طارق يحيى المدير الفني فريق بتروجيت. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. يا ميدو ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا جميل، ما تفهمش مني. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليك ويكون يعني اعداد جيد تقدر تعمل بيه اللي حضرتك عايزه زي ما قلت لي السنه اللي فاتت. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، الامور الحمد لله كويسه وربنا يسهل ان شاء الله، ما تفهمش منك يا ميدو. والحمد لله على كل حال يعني الامور ماشيه بشكل جيد الحمد لله. كنا في معسكر الاسماعيليه نهينا امبارح وان شاء الله باذن الله هنكمل من يوم الجمعه لغايه يوم ان شاء الله باذن الله الثلاثه اللي بعديه عندنا معسكر. ابنك ده خالص ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا والله مش الكابتن طارق اللي هو بيدخل عليا كده يعني الوينج ليفت الجامد بيدخل عليا في الاستوديو جامد. لا ما انت راس حرب لو انت حبيبي يا كابتن. يعني لسه كنت بتكلم على جيمس بيكلي وبتكلم على اصرارك على بقاء جيمس بيكلي خصوصا انه لعيب مهم جدا لحضرتك والفريق بتروجيت. اكيد طبعا بيكلي من اللعيبه المهمه جدا وادى معانا موسم يعني من ساعه انا ما استلمت الفتره اللي هي من يناير يعني ادى معايا ماتشات كويسه وكان عنصر مهم جدا عندنا. انا بس كابتن عايز اسالك على حاجه، انا اسف ان انا قاطعك، عندنا شمالس بيكلي وعندنا جيمس تيدي. لا جيمس تيدي مش عندي، جيمس تيدي مش قبل انا اكيد. يبقى احنا بنتكلم في شمالس بيكلي مش جيمس بيكلي. شمالس بيكلي تمام كده انا اسف. اتفضل يا كابتن. يعني انا لما انا توليت المسؤوليه كان هو بيمر بظروف نفسيه شويه صعبه. انت عارف النادي الاهلي كان عارض من سنتين على البتروجيت انه يروح، فالصفقه ما تمتش لاسباب انا ما اعرفهاش طبعا. فالولد تاثر شويه نفسيا بالقصه دي، فانا قلت له خلاص يعني حتى لما رحت انا قلت له والله انا ما عنديش مشكله انك تمشي، ما فيش اي مشكله خالص، والناس ما عندهاش مشكله حتى البتروجيت يعني. وسبته على راحته خالص. الولد قعد حوالي 4 5 ايام في البيت وبعد كده رجع لي قال لي كابتن خلاص انا هكمل معاك. قلت له اهلا بيك، عاملنا الحمد لله كويس والولد مستحقاته ماشيه بشكل منتظم. فالامور اختلفت شويه. اختلف نهائيا بصراحه، يعني اختلف بشكل كبير، حتى صورته كمان اتغيرت في المباريات الاخيره فعلا. لا وهو كمان يعني الحمد لله بدايه الموسم بادئها معايا بشكل قوي جدا وناوي يعمل حاجه كويسه السنه دي. فموضوع الرحيل ده انا طبعا يعني كان فيه فعلا عروض كثيره جدا له بدايه الموسم، انديه مصريه وحتى في انديه سعوديه. فحتى كان في عرض سعودي من حوالي اسبوعين كده، هو اللي رفض يعني. هو اللي رفض مش احنا يعني، فاهم؟ وبرضه انا كنت سايبه على راحته خالص، لان انت عارف الواحد لما بيجي له اي نادي مع اي لعيب صحيح انت متمسك بيه، لكن برضه بتدور على مصلحه النادي بالظبط من حيث الناحيه الماديه ومصلحه اللعيب. فالاثنين مشوا الحمد لله في اتجاه واحد اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص الولد اقتنع ان هو قاعد والنادي كمان ما كانش معارض على فكره ان هو يمشي.
يمكن بعد كده لما انا قعدت معاه الولد خلاص استقر خلاص هنا في القاهره، وقال لي خلاص انا موجود معاك كابتن السنه دي، والحمد لله بدا بالشكل جيد جدا، وهو فورمه الحقيقه كويسه قوي يعني. هو حتى اتاخر شويه عن فتره الاعداد لانه كان عنده ظروف في اثيوبيا هناك خاصه ظروف عائليه يعني. لما جه الولد لقيته حاله فنيه وبدنيه عاليه جدا، ومصر على ان هو يعمل موسم كويس، وهو مستقر معانا خلاص. وخلاص الموضوع الانتقال ده يعني قفلناه خالص، لان احنا خلاص احنا بنلملم اوراقنا زي ما انت عارف يا ميدو، وده اجنبي يعني مش مصري اكيد يعني. يا كابتن اكيد تمرجح ورايح جاي، لا خلاص عشان استقر الولد وان شاء الله باذن الله يعني. اتمنى ان هو يكون في فورمه كويسه زي ما موجود في التدريبات دلوقتي، ومنتظم بشكل كبير، منتظم معانا في معسكر الاسماعيليه وهو موجود معانا لغايه دلوقتي، والحمد لله يعني هو ماشي بشكل جيد الحمد لله حبيبي. هو بصراحه كابتن يعني من اسرار نجاحك يعني تقدر تخلي اللعيبه تحبك، وفعلا تبقى حاجه جميله جدا لما اللعيبه تحب المدرب بتاعها، ممكن يضحوا باي حاجه عشان يعني يستحوذوا على حبه. يا ميدو انت عارف، انت لعيب كوره وعارف ان نمره واحد لعيب لازم تعامله نفسيا كويس، وخاصه الاجانب دول بيبقى ليهم مود معين بالظبط، بيبقى لهم خصوصيات معينه، فانت بتسيب اللعيب على راحته خالص. وانا عمري في حياتي الحمد لله من ساعه ما قلت يعني يا تدريب، عمر ما قلت لمصلحه لاعب، ولعيبه كتير جدا 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 وانا موجود، برغم ان انا كنت محتاج يعني. مثلا اقرب مثال شبيطه السنه اللي فاتت، لما شبيطه جاب المقاصه ما عرفتش خالص ان الولد كان له رغبه يروح المقاصه عشان افريقيا، انت عارف ان المقاصه مشترك في افريقيا، فما ينفعش ان انت تقول له اقعد وفي نفس الوقت هو الولد عايز يروح عايز يجرب تجربه جديده. فبالتالي برغم ان احتياج المشبيطه كان كبير جدا، لان احنا كنا في موقف صعب جدا لما استلمت المهمه، فالولد عرض عليا وانا ما منعتش، ان طبعا انا يهمني طبعا نمره واحد علاقتك باللعيبه تبقى كويسه زي ما انت قلت كده، وفي نفس الوقت لازم تاخد اللعيب على هواه، بمعنى ايه؟ انك انت ما تفرطش في حق النادي، وفي نفس الوقت الولد يبقى مستريح، وانت كمان كمدرب تبقى مستريح اكيد يا كابتن تصرفك اكيد. الحمد لله يعني برغم شبيطه احتياجي ليه شديد جدا الفتره اللي هي يعني لما جينا فيها، لان وافقت عليه. فانا الحاجات اللي زي دي شبيطه يا ميدو ما بقاش انا يعني بدوس على اللعيب، لان هو مش تاخد منه اكيد، خاصه الاجانب انت استاذ وعارف الاجنبي ده غير المصري يعني. المصري ممكن يعني والنبي والولي وبتاع ممكن ايه الولد يعني يجي معاك شويه، لكن الاجنبي ملوش في الكلام ده بالظبط بالظبط، وبالتالي انت بتسيبه على راحته خالص. فالحمد لله يعني هو الولد التزم معانا بشكل كبير، وخلاص يعني فضينا موضوع الخروج الاعاره دي او البيع يعني، وهو منتظم معانا بشكل جيد، والحمد لله الامور الى حد كبير جدا ماشيه بشكل جيد. عايز اقول لك ان في مسانده كبيره جدا جدا من مهندس وليد لطفي اللي هو رئيس الشركه ورئيس يعني رئيس الشركه، والمهندس خالد عبده الحقيقه رئيس النادي، وكل الناس المشاركين سواء احمد بيه فهيم نائب رئيس النادي، والاستاذ محمد فؤاد المشرف على الكوره، متعاونين بشكل كبير جدا معانا، وان شاء الله باذن الله ميدو يعني نعمل موسم كويس، ونعيد بقى ايام بتروجيت زي ما انت كنت شغال معاهم كده ان شاء الله، الايام الحلوه اللي هي فيها نديه وفيها يعني منافسه اكيد يا كابتن، مراكز متقدمه ان شاء الله باذن الله، وربنا يعيننا وان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، يعني تحديات كبيره ان شاء الله السنه الجايه، بس حضرتك ان شاء الله قدها وقدود، وان شاء الله ترجع مع بتروجيت لشكلهم الطبيعي. معاك كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، المدير الفني المجتهد جدا، كل التوفيق لحضرتك والفريق بتروجيت العام المقبل باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا جدا. يعني برضو بنكون معاكم لحظة بلحظة، وبنحاول ان احنا نجيب يعني كل حاجة من قلب الحدث. كابتن طارق هتكلم في كل حاجة بتخص بتروجيت. انا اسف ان انا قلت جيمس بيكلي وشمل سبيكلي، جيمس تيدي هو انتقل من صفوف نادي بتروجيت، راح اعتقد لعب في كذا نادي بعد بتروجيت، لكن شمل سبيكلي هو اللاعب الهام جدا جدا لفريق بتروجيت، واللاعب اللي كان عليه عيون الفرق الكبيرة المصرية، وكمان كان عليه عيون فرق ايضا كبيرة سعودية، لكن مجلس ادارة بتروجيت مع المدير الفني الكابتن طارق يحيى تمسكوا باللاعب شميلس بيكلي، لاعب بتروجيت صانع العاب، واللاعب هام جدا جدا شميلس بيكلي، لعيب مميز، اللعيب الاثيوبي او المحترف الاثيوبي في صفوف بتروجيت. ايضا في نفس مجلس إدارة الجونة اللي تعاقد مع الكاميروني جوزيف، لاعب المنتخب او لاعب منتخب الاسود
الفائز بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت بالجابون 2017، وكان طرف هذه المباراة فريق الكاميرون مع المنتخب المصري. أكيد حضراتكم تفتكروا هذه المباراة، انتهت طبعا بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف، أيضا صفقة من العيار الثقيل لنادي الجونة اللي بيستعد استعداد كامل للدوري العام المقبل. زي ما بقول لحضراتكم بفكركم ان هيبقى عام مليء بالاحداث، مليء بالمفاجآت، النفس الطويل، والفريق الكبير هو اللي هيكمل في الدوري العام المقبل. دعمت إدارة الجونة صفوف الفريق بلاعبين سوبر على رأسهم النجم محمد ناجي جده، مهاجم المنتخب الأسبق ولاعب الأهلي السابق ولاعب المقاولين السابق، وأحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك، وآخرين من أندية المنافسة على أمل البقاء بالدوري والظهور بشكل مشرف والابتعاد عن شبح الهبوط. أهم حاجة يا جماعة ما نطلعش نطلع عينينا عشان نطلع دوري ممتاز وبعدين نصرف، يعني نعمل كل حاجة وبعد كده نرجع نقع في الآخر زي ما احنا كده بنروح كاس العالم ونرجع على طول. ما ينفعش، لازم نبقى عارفين هنطلع هنعمل ايه، هنروح هنعمل ايه، عندنا أهداف محددة علشان ما نروحش ونرجع، ما نطلعش وننزل. برضو في نفس السياق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد على دعمه للألعاب الفردية، ده خبر مهم جدا في ظل البطولات التي حققها الأبطال في مختلف البطولات، بالإضافة إلى دعمه للألعاب الجماعية أيضا. وأضاف دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات خاصة أنه سيتم الاستعانة بلجنة التخطيط باللجنة الأولمبية لتساعد الوزارة في ترشيح وتحديد عدد من اللاعبين المؤهلين لتحقيق إنجاز في الأولمبياد والتفكير في كيفية رعاية هؤلاء الأبطال. بالفعل هو حدد لجنة للمساعدة، كمان حاجة جميلة وبدأ بداية كويسة، إن شاء الله كل التوفيق لسيادة الوزير أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال وزير الرياضة: شغلي على المستوى الشخصي متأخر جدا بالنسبة لبطولة طوكيو 2020، وأشار صبحي إلى أنه سيتم بدءا من الآن الإعداد للأولمبياد سريعا في الفترة المقبلة. ده كان خبر لسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة. أيضا اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب طالبت من وزارة الشباب والرياضة تكريم لاعبي البعثة المصرية والذين حققوا ميداليات خلال دورة البحر المتوسط التي أقيمت بأسبانيا. عارفين حضراتكم أن احنا عملنا أرقام كويسة جدا وحققنا بطولات وميداليات كبيرة جدا، عشان كده بيطالب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بتكريم هؤلاء اللاعبين. كانت البعثة المصرية قد حققت خلال البطولة 45 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 18 ذهبية و11 فضية بالإضافة إلى 16 برونزية، ميداليات ما شاء الله معقولة أو فوق المعقول كمان. وأجرى هشام حطب اتصالا هاتفيا مع أشرف صبحي وزير الرياضة خلال الساعات الماضية، تم خلاله الاتفاق على إقامة حفل تكريم لهؤلاء اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، حقهم طبعا، وأعتقد أنه هو طلب طبيعي من المهندس هشام حطب لسيادة الوزير أشرف صبحي. وتحدد له الأربعاء يوم 11 يوليو إن شاء الله كموعد مبدئي للتكريم حال ملائمة الموعد لوزير الشباب والرياضة وارتباطاته. طيب نروح نشوف متابعة لما يحدث في فروع الأهلي. يعني أنا قلت لكم إن فروع الأهلي بتشهد أحداث كثيرة، النهاردة الجزيرة فيها اجتماع مهم لمجلس الإدارة، النهاردة كمان أو كل يوم في فرع مدينة نصر في بطولة السباحة شغالة، في اختبارات الناشئين بالملايين، يعني أنا مش عايز أقول لكم الشكل عامل إزاي، بيقفوا طوابير عشان يعرفوا يدخلوا النادي، حاجة جميلة وده طبيعي جدا بالنسبة لاسم النادي الأهلي كبير وبالنسبة لطموحات الأهالي إن هي عايزة تشوف ابنها بس لابس تيشيرت النادي الأهلي. بعد كده ما يبقى نجم نبدأ نتكلم في حاجات تانية خالص، عايزين نبقى نصور اللقطات دي. يعني الشيخ زايد مجهودات كبيرة من مجلس إدارة تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، زي ما برضو حضراتكم شايفينه دايما بنعرض تقارير عن زيارات الكابتن محمود الخطيب لفرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر عشان يشوف الإطار أو البنود المحطوطة في برنامج عائلة الأهلي والالتزام أو مدى الالتزام بجدية هذه المواعيد، وكمان بيدقق كمان على كل حاجة في أعلى الحالات الفنية للتنفيذ. زيارات متتالية للكابتن محمود الخطيب أو مجلس إدارة النادي الأهلي لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي. يعني عشان برضه أديكم مزيد من التفاصيل نروح نشوف لقاء مع محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عشان نشوف كلام أكتر ونشوف صورة عامة أكبر. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول.
أنا بعتبر الفترة القصيرة اللي هي بدأت بنعتبر من شهر واحد أو نهاية شهر 12 إلى اليومين هذا حاجات كتير تمت. لو أن ابتديت أقسمها في حاجات كان العضو مطالب لي واحتياجات لي كانت مشكلة، وكان الأعضاء كل يومين ده صداع. مثلا على سبيل المثال في العلاج الطبيعي هيعتبر أكبر مركز للعلاج الطبيعي في أحدث الأجهزة، كان رئيس النادي لما كان عدى وبعدين ابتدى تناقش مع رئيس وحدة العلاج الطبيعي وقال له هتفتح امتى؟ يوم السبت يتم الافتتاح يوم السبت، وفعلا أجهزة الناس مش يعني مش مصدقة إن هذه الأجهزة موجودة. لأن أنا مش عايز أقول لك إيه، كنت بعمل أشعة أنا يكف في مركز مسمى، فبيقول تعالى احنا عندنا اجهزه بيوريها لنا تفتيت الدهون، لا كان معايا انا رئيس قسم العلاج الطبيعي، فاحنا بنقول له ده احنا عندنا. قال معقوله؟ هو بيقول ايه بقى؟ لكن احنا ما بنقدرش نعمل الكلام ده. طب هل ممكن يجينا الناس ونحولها لكم؟ يعني عايز اقول لك طفره في العلاج الطبيعي. برضو دي من ضمن عائله النادي الاهلي اللي هو علاج المسنين، من عائله من ضمن اللي هي برنامج عائله النادي الاهلي، القضاء على فيروس سي اللي كان كل الأعضاء النادي يعني حصل حملة، خلاص حصل حملة وتم القضاء على فيروس سي. وفي هذا الاتجاه في حاجات كمان كتير بقى هنخش بقى في حاجات إنشائية انت ممكن العضو مش حاسسها لكن برنامج عائلة الأهل، لكن احنا حاسين ان احنا نادنا الاجتماعي احنا شغالين، المساحين جم وهيبتدي المعدات تشتغل فشغالين، السور شغالين فيه، السور ممكن احنا ما بدأناش لكن بدأنا في الجنب اليمين قوي عشان بنشوف التربة شغالين فيه، يعني أسوار النادي الأهلي مش هنقول بقى احنا هنعمل، احنا شغالين فعلا، والمبنى الاجتماعي شغالين. في طبعا كان وعد بالشاشة العملاقة وكذا، طبعا احنا حدث طفرة في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في الحاجات الخدمية. هنقول مثلا في شهر رمضان تم التصديق من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ده عشان كانت رغبة أعضاء النادي الأهلي بعمل في فرع الشيخ زايد إن احنا نعمل خيمة رمضانية، فعملنا خيمة رمضانية استوعبت كل الشيخ زايد. وتزامن هذا التوقيت مع الشاشة العملاقة مباراة كأس العالم، اتحط الشاشة عملاقة في هذا الوقت، ابتدت الأعداد تزيد قوي، بقى عندك يعني كم أنت غير متوقع. جبنا من ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي 4 شاشات في المبنى الاجتماعي برسيفرات عشان تضخ، بقى عندنا بقى كم مكان والمنظر أنا أنتوا بتشوفوه الشاشة العملاقة وبالبروجيكتور في منطقة الأكاديمية وبقاعتين، والدنيا بتبقى زحمة جدا. أنا أعتقد في الفترة إن شاء الله ده من ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي مجلس الإدارة حطت خطة على قدم وساق بتابعها مع مدير الأفرة في الانشاءات اللي هتتم، سواء المبنى الاجتماعي والاسوار والخدمات اللي هتضاف للاعضاء. فانا بقول انتظروا كتير قوي 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 من النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي هو من اول يوم بيشتغل. كله بيشتغل تحت اسم النادي الأهلي الكبير وحبا في اسم النادي الأهلي الكبير ولا شيء بعد كده. يعني شكرا سيادة اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الأهلي بالشيخ زايد على هذه المجهودات، وإن شاء الله مزيد من التقدم في كل فروع النادي الأهلي. خلينا برضو في نفس المكان فرع الأهلي في الشيخ زايد، هنروح برضو نشوف تقرير مع السيد نوبي أبو زيد مدير الخدمات في فرع الأهلي بالشيخ زايد عشان يقول لنا برضو مزيد من التفاصيل. هنشوف التقرير ونرجع لحضراته على طول. الفترة اللي فاتت حصل شوية تنسيق عام للإدارة، احنا جينا كان لنا رؤية لازم تتناسب مع هو ما هو مطلوب مننا طبقا لبرنامج عائلة النادي الأهلي. الحمد لله ابتدينا نشتغل على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو العمالة،
بعدين المحور الثاني إدارة الخدمات نفسها، والمحور الثالث اللي هو المطاعم والمنافس. بالنسبة للعمالة الحمد لله عملنا برنامج تدريبي للعمالة على تثقيف العمالة في النادي الأهلي إن هم يقدروا يقدموا خدمات إن شاء الله تكون خدمات فندقية، طريقة الخدمة وطريقة تقديمها للسادة الأعضاء في النادي الأهلي. الجزء الثاني بالنسبة لإدارة الخدمات الحمد لله عملنا إعادة تنسيق للشكل العام للنادي، عملنا إعادة توجيه وإعادة دهان وتغيير مقاعد في النادي زي ما حضرتك شايف كده. الحاجة الثالثة موضوع المطاعم، الحمد لله ضفنا حاجات كثيرة، ضفنا منافس، ضفنا مطاعم جديدة، ضفنا حاجات زي سيدرا، زي اكسبشن، زي موفنبيك ايس كريم، عملنا الخيمة الرمضانية، الشاشة العملاقة، يعني عملنا حاجات كتير من دي حاجات من ضمنها. احنا لسه اللي قدامنا حاجات كتير جدا، اللي حصل ده جزء بسيط، ده كان اعادة تنسيق ومراقبة للجودة في المطاعم واعادة تنسيق للشكل العام للنادي. اللي جاي ان شاء الله هيبقى حاجة هتبقى اكتر احترافية، الموضوع هيبقى منظم اكتر، هنحاول نحط كل حاجة في مكانها، هنحاول نزود عملية التدريب للعمال والموظفين، نرفع كفاءتهم، نرفع كفاءة المكان، ندخل مجموعة براندات أكتر تقديم خدمات أعلى للأعضاء النادي الأهلي. أنت عارف حركة أعضاء النادي الأهلي وأعضاء جماعة العمومية طموحين أكتر إن هم ياخدوا أعلى سيرفيس موجودة، وده إن شاء الله اللي احنا رايحين له بإذن الله. بتخلي فعلا الناس تبقى جاية مبسوطة، تحس إن هي في منتجع زي ما احنا قلنا كذا مرة، منتجع متنزه. النادي كمان والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة موفر لنا الحاجات اللي احنا نقدم الخدمات دي للأعضاء. بالنسبة مثلا للخيمة الرمضانية، الحمد لله الخيمة الرمضانية لقت أقبال كبير، مجموعة كبيرة جدا من كل الأماكن بقت تيجي للخيمة الرمضانية، استمرت على أعلى مستوى الحمد لله. موضوع الشاشة العملاقة طبعا ووجودها ده قدم برضو أحيا المنطقة الترفيهية الجديدة اللي كانت ما كانش حد بيجي لها الفترة القديمة. موضوع اللي احنا نبقى متواجدين في كل بقعة موجودة في النادي الأهلي ده كان جديد السنة دي، احنا كلنا كنا متكدسين في قدام المبنى الاجتماعي، لا الحمد لله الموضوع ابتدى ان احنا نبقى متواجدين في كل حتة الإدارة عملتها. ان شاء الله بوعدهم ان احنا موضوع مراقبة الجودة على المطاعم، انا عارف ان المطاعم فيها عليها شغل كتير، عايزين نرفع كفاءتها وكفاءة العمال اللي فيها. اللي جاي موضوع اللي احنا نجيب حاجات عالمية اكتر ليها اسم في السوق، ده هيريحهم وده هيقدم لهم خدمة اكتر، ويبقى في فرايتز موجودة لكل الناس وكل القطاعات وكل الناس حسب الطبقات الموجودة في النادي. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان تقرير من السيد نوبي ابو زيد مدير الخدمات في فرع الاهلي بالشيخ زايد، ويعني يوضح لحضراتكم كل التفاصيل الجديده في النادي الاهلي، ولسه ان شاء الله هيحصل جديد وجديد كل يوم باذن الله هتشوفوا. عايز اطلع من هذا الموضوع واروح لحد اهلاوي او نجم اهلاوي او النجم الاهلاوي النهارده اللي معايا هو النجم الكبير الكابتن صفوت عبد الحليم. كابتن صفوت عبد الحليم نجم سطع في سماء القلعه الحمراء وصال وجال وحقق العديد من الدوريات والبطولات والكؤوس، كان نجم كبير جدا جدا جدا، كان يعني تويتو مع كابتن محمود الخطيب كانوا عاملين جبهه ولا اروع، كان حاجه يعني مرعبه. كابتن صفوت عبد الحليم وكابتن محمود الخطيب حصلوا على افضل اللاعبين ويعني ارفع البطولات، حاجه كانت جميله جدا جدا. الكابتن صفوت عبد الحليم كانوا بيثيروا الرعب يعني لاي دفاع، دي حقيقه لو اللي افتكروا بقى الناس بقى اكيد فاكرين الكابتن صفوت عبد الحليم والثنائي مع الكابتن محمود الخطيب كان بيخوفوا اي حد. كابتن صفوت حصل على افضل لاعب في ثلاث مواسم متتاليه وكان جريء في رايه في الكرة. كابتن صفوت عبد الحليم عشان نشوفه أو نعرفه أكتر نروح نشوف تقرير عن هذا النجم الأهلاوي الكبير ونرجع لحضراتكم على طول. كابتن صفوت حتوتة مصرية، صفوت انا حضرته من اول مكان ناشئ في النادي الاهلي
وافتكر الماتش ليه في اسكندريه، كنا الاهلي كان بيلعب مع الاولمبي، الكلام ده سنه 71 كان ساعتها اول، كان كابتن الوحشي كان موجود في مع الفريق ولعبنا مع الاولمبي، كان في باكات في الاولمبي الدقاق والهوا، مسكوا الفليله بتاع صفت عبد الحليم قطعوها وروحها، هو مكمل قال لهم بدل ما تقطعوها اهي خدوا الفليله. يعني صفت كان ليه حكايه في النادي الاهلي، وربنا يزيد عنه من المرض اللي هو فيه، وباذن الله يزيع عنه قريبا باذن الله. اولا صفت عبد الحليم في خط الوسط ده كان بيمال الخط الوسط ده، واولا كان بيوصل اي مهاجم للجون، فحرفنه ولعب وفكر، فهو يعني كان في فتره كان صفوت ده يعني كان الخطيب مصطفى عبده، ابراهيم مش عارف، كان ابراهيم عبد الصمد يميها، فكان هو صفوت فاهم الناس دي وفاهم فكر الناس دي، فكان يرمي لهم سرهات وكان هو يوصلهم للجون. يعني صفوت عبد الحليم ابن النادي الاهلي، يعني معروف ان اقول لك يعني صفوت عبد الحليم ده كان هو المايسترو بعد رفعت فناجيلي، وكان اخلاق جميله جدا، وربنا يشفيه ويا رب يديله الصحه والعافيه ويقومه السلامه، لان ده بني ادم كان جميل وكان لعيب محترم جدا ومش هتعوض. يعني كابتن صفوت انا طبعا حضرته من منذ بدايته اللعب في النادي الاهلي، والمركز اللي كان بيلعب فيه كان حطه في اختبار كبير جدا، لان اللي قبليه اللي لعبوا فيه في مصر او في النادي الاهلي كانوا على درجه عاليه جدا من الحرفيه والفن الكروي، يعني على راسهم طبعا كان كابتن صالح، ثم كابتن رفعت، في النوادي الاخرى كان في كابتن شحته في اسكندريه وكابتن شحته في الاسماعيلي، وكان في الترسانه، كان في جميع الانديه كان في لعيبه خط النص، فهو كان في مركز كان ينظر اليه لانه كان مؤثر جدا في الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان اراء او دي كانت اراء الناس اللي شافت وعصرت الكابتن صفوت عبد الحليم وشافته وشافت لعبه الكابتن صفوت عبد الحليم بعد ما مشي من النادي الاهلي، كان قدامه او كان عنده عطاء ممكن يديه في اي نادي تاني، لكن رفض تام ورفض بات ان هو يرتدي اي قميص غير قميص النادي الاهلي. دي كانت راي الجماهير اللي عصرت الكابتن صفوت. تعالوا بقى نسمعكم في او عن كابتن صفوت عبد الحليم للي ما شافش الكابتن صفوت عبد الحليم. صفوة عبد الحليم أو المايسترو الصغير كما تلقبه جماهير الأهلي هو أحد أيقونات العشق الأحمر، له تاريخ ناصع في سجلات الأهلي كونه أحد نجوم حقبة السبعينيات، حيث صال وجال بالقميص الأرض وكان من أمهر نجوم جيله. قضى صفوة عبد الحليم أكثر من 20 عاما داخل النادي الأهلي، كانت شاهدة على تألقه وإبداعه داخل الملعب خاصة في مباريات القمة، حتى أن الجماهير الحمراء أقدمت على رفعه وهو داخل سيارته في أحد المرات بعد تألقه في نهائي كأس مصر أمام الزمالك. حقق صفوت عبد الحليم مع الأهلي 10 بطولات، منها 7 بطولات للدوري الممتاز، 3 بطولات لكأس مصر، كما حصل على لقب أفضل لاعب في مواسم 75-76 76-77 77-78. أطلقت عليه الجماهير المايسترو الصغير بسبب لمساته السحرية ومراوغاته، وكان التشبيه بالمايسترو الكبير صالح سليم. اتخذ المجاريه ديكوتي ومساعده فؤاد شعبان قرار رحيله عن الأهلي بحجة وصوله لسن 30، على الرغم من أنه كان يرى أن لديه الكثير ليقدمه، برر ذلك بأن الجهاز الفني كان يريد إفساح مركز وسط اللاعب لرمضان السيد وخالد قضالله، ورفض الانتقال لأي نادي آخر بعد رحيله عن الأهلي بسبب حبه وعشقه للأهلي.
كون ثنائيا متجانسا مع محمود الخطيب، حيث كان يمرر له الكرة في وضعية يسهل منها التسجيل. صنع دويتو مميز جدا تسبب في إحداث رعب للفرق المنافسة. عانده الحظ في تمثيل المنتخب الوطني، حيث لم يلعب لصفوفه سوى مباراتين فقط، منهم مباراة ضد ألمانيا وانتهت بالتعادل السلبي. فسر ذلك فيما بعد أن الأجهزة الفنية كانت تفضل الاعتماد على فاروق جعفر بدلا من الاستعانة به. صداقاته في الوسط الكروي ليست قوية، حيث كان أغلب أصدقائه من الوسط الفني في مقدمتهم الفنان الراحل أحمد زكي. ورغم عدم قوة علاقته بلاعب الأهلي خارج الملعب، إلا أنه لم يصاحب إلا لاعبا واحدا من الزمالك. يرى أن حسن حمدي كان صاحب أكبر بصمة في تاريخ الأهلي، وصاحب نشر شعبية الأهلي على المستوى الإفريقي والعالمي، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية. لم يخش المواجهة والمصارحة، ينطق دائما بالحق، هو ما سبب له أزمات في حياته، سواء خلال تواجده في الملاعب أو بعد رحيله عنها. أهلا بحضراتكم من جديد. ده كان النجم الأهلاوي، النجم الأهلاوي الكبير كابتن صفوت عبد الحليم. ويعني من التقرير الصوتي اللي انتوا سمعتوه، كمان من آراء اللي شافوه بعينيهم، حاجة كانت جميلة جدا وحاجة كبيرة جدا، وكان فعلا علامة من علامات النادي الأهلي كابتن كبير كابتن صفوت عبد الحليم. تعالوا نروح لبطولات الأهلي في كل مكان. والأهلي حقق بطولة كانت 1982 على حساب كوتوكو. أكيد حضراتكم تسمعوا برضو الجيل بتاعنا، يعني شاف كوتوكو، لكن الجيل الشباب اللي طالع الأيام دي الصغارين ما يعرفوش كوتوكو. ده كان مرعب أفريقيا، لكن الأهلي تغلب عليه عام 1982، وقدر أنه يحسم اللقب الأفريقي، وتسلم محمود الخطيب كابتن الأهلي ورئيس الأهلي الحالي في ذلك الوقت من الرئيس الغاني كأس أفريقيا في مدينة كوماسي، المدينة المحببة دايما للأهلوية لأنها مدينة وش الخير، دايما كنا بنروح ناخد فيها البطولات. شهد تتويج الأهلي بالبطولة التي فتحت المجد الأفريقي للقلعة الحمراء، بطولات كبيرة جدا لو قعدنا نتكلم عليها مش هنخلص، ونجوم كبار جدا لو قعدنا نتكلم عليهم برضو مش هنخلص. احنا بس بنقول التذكرة عشان اللي مش عارف، يعني ممكن نقعد نتكلم من هنا مثلا لكمان 20 سنة عن بطولات النادي الأهلي، ممكن نتكلم من هنا لكمان 40 سنة عن نجوم النادي الأهلي اللي دايما بيحفروا أساميهم بمية الذهب. بصراحة حاجة مشرفة للأهلوية عموما، والأهلي اللي حبوه مش من فراغ، حبوه عشان بطولاته، عشان اسمه، عشان أدب لعبته في كل مكان، عشان التزامه، عشان إنجازاته ومبادئه اللي هتفضل إن شاء الله إلى ما شاء الله. تعالوا نشوف تقرير عن بطولة دوري أفريقيا ونرجع لحضراتكم على طول. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع هنا في هذه الليلة، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة. الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. أهل البطولات، أهل الإنجازات، الذكريات الحلوة ولحظات التتويج. حكاية أول بطولة إفريقية أهلوية فتحت المجد القاري. مع اقتراب منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي سيواجه فيها الأهلي فريق تاونشيب البوتسواني يوم 17 من يوليو الجاري بمصر، يستعيد ملايين من الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلوية على وجه الخصوص حلم التتويج الأول للأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حصدها المارد الأحمر عام 1982 للمرة الأولى في تاريخه على حساب أشانتي كوتوكو الغني، وهي البطولة التي ما زالت خالدة في أذهان ملايين الأهلي. أقيمت مباراة الذهاب يوم الأحد 28 من نوفمبر باستاد القاهرة أمام 60,000 متفرج. بدأ المباراة، الكرة ورا ربيع داخل الخطين، يلا الخطين فاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة حضرها وفد وزاري كبير برئاسة فؤاد محي الدين رئيس الوزراء. كان يتولى تدريب الفريق وقتها الراحل محمود الجهري،
سجل أهداف الأهلي محمود الخطيب هدفين في الدقائق 33 و34، فيما سجل علاء ميهوب في الدقيقة 19. خاض الأهلي مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 12 من ديسمبر عام 1982 في مدينة كوماسي الغانية. فانيلاته الخضراء النهاردة وشرطاته البيضاء وشراباته الخضراء ونادي كوتوكو أو أشانتي كوتوكو على شمالك بفانيلاته الحمراء وشرطاته الحمراء وشراباته الحمراء. وبحضور أكثر من 70,000 متفرج انتهت بتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. سجل لأشانتي جون بان ريمان في الدقيقة 12. وتعادل للأهلي محمود الخطيب في الدقيقة 70. لمختار برأس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب برأس انتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا إلى كوماسي وقام بتسليم الكأس لمحمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس. لم تكن رحلة الأهلي في غانا لحصد اللقب القاري الأول سهلة، بل واجه بطل مصر صعوبات كثيرة، لكن عزيمة لاعب الأهلي وإصرارهم منحتهم الثقة بالتتويج باللقب الإفريقي رغم هذه الظروف الصعبة. يعني 4 أهداف في مباراتين، 3 أهداف سجلهم الكابتن محمود الخطيب وهدف سجله الكابتن علاء ميهوب. شفتوا الجماهير الغنية كانت عاملة ازاي يا جماعة، وشفتوا الاستاد وشفتوا الجو. كوتوك كان فريق مرعب فعلا بكل المقاييس، لكن أهداف أكيد حضراتكم طبعا شفتوها قبل كده، لكن بصراحة أهداف تخليك والله أنا جسمي أشعر. أهداف تحفة، أهداف جميلة جدا، مرعوبة جدا، أهداف فعلا لو دلوقتي كان بقى يعني السوشيال ميديا والقنوات الدنيا اتقلبت، لكن زمان كانوا بيعملوا كل حاجة في الكورة بصراحة، ويعني كان اللي بيشوف ما كانش العالم كله بيشوف زي دلوقتي. دلوقتي لو في جون في اسبانيا بتشوفه في ثانيه، لو في جون في امريكا بتشوفه في ثانيه، لو جون في البرازيل في روسيا كل الكلام ده بتشوفه في ثانيه مع التقنيات الحديثه والوسائل الاعلاميه الماليه الدنيا كلها. لكن زمان الكره كانت جميله جدا، كانت ممتعه جدا. اهداف شفتوا، اهداف الهدف الاول اللي كابتن محمود الخطيب عمله من فوق الجون، الهدف الثاني اللي جابه كابتن علاء ميهوب اللي بشماله حاجه يعني حاجه جميله جدا، الهدف الثالث رقص فيه كابتن محمود الخطيب 1 و2 وحطها في الجون، وهدف كوتوكو اللي اداله الكابتن مختار ورقص 1 و2. يعني بصراحه حاجه جميله جدا، كان لازم الرئيس الغاني يروح لكابتن محمود الخطيب ويدوله الكاس الأفريقية اللي شالها هو وكابتن مصطفى يونس. أجيال ذهبية وأفراد ذهبية ونجوم ذهبية، والناس ما حبتش الناس دي من فراغ. يعني مش عايز أطول عشان ما ناخدش وقت طويل، لكن عايز أقول لكم إن الناس ما بتحبش أي حد، الناس بتحب من قلبها وبتحب اللي يستاهل يتحب. حطوا تحت النقط دي 1,000,000 خط أحمر، الناس بتحب اللي يستاهل يتحب وما بتحبش أي حد فعلا. يعني حاجه جميله جدا، الحب ده بيجي من عند ربنا، وربنا يحبب في الناس اللي هي دايما بتدي من قلبها، يحبب فيها كل الناس. طيب نروح نشوف الاهلي او اسماء الفرق اللي بتحمل اسم النادي الاهلي. شباب اهلي دبي الاماراتي يسعى لتدعيم صفوفه بالمهاجم الشيلي كارلوس سيلا الذي كان يلعب في صفوف اتحاد جده السعودي، والذي ظهر مستوى طيب للغايه مما جعله هدف للنادي الاماراتي. طيب معايا على التليفون الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه الاستاذ منير رحوم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ منير. مساء النور كابتن عبد الحميد. مساء النور، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبصحه وسلامه ان شاء الله يا رب. يعني طمني على الكره الاماراتيه بشكل عام قبل ما نتكلم تحديدا على نادي اهلي دبي الاماراتي. طبعا هي فتره الصيف يعني زي ما كل واحد يعني تعرف في دول الخليج يعني الحراره مرتفعه، طبعا ما فيش نشاط خلال الفتره هذه. يعني تقريبا كل الانديه يعني في فتره اجازه،
أول أسبوع من شهر يوليو حتبدأ إن شاء الله فترة التجمعات الداخلية بالنسبة للفرق، وانطلق نادي الوصل في دبي يعني في مرحلة الإعداد البدني. تليه طبعا خلال الأيام المقبلة العديد من الأندية العجمان الشارقة بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي دبي. يعني حتبدأ إن شاء الله الإعداد الداخلي في دبي بانتظار السفر إلى معسكرات خارجية في دول أوروبا، ثم العودة في منتصف شهر أغسطس لطبعا خوض بعض التجارب الودية قبل انطلاقة الدوري الإماراتي في أواخر شهر 8. تمام. يعني استاذ منير، يعني اسالك سؤال، اكيد الجماهير الاماراتيه واكيد طبعا جماهير مصريه بيسالوا اين الكره الاماراتيه من الكره العالميه، وكيف يخطط الاتحاد الاماراتي للوصول بالكره الاماراتيه الى الكره العالميه؟ نعم بالضبط، هو هذا تقريبا يعني سؤال يعني يطرح على كل الدول العربيه، لكن اذا تكلمنا على كره الامارات يعني خاصه كانت تملك جيل ذهبي في السنوات الماضية، نجح في الوصول إلى كأس العالم للشباب، إلى الألعاب الأولمبية في لندن 2012 وقبل البلاء الحسن، وحقق نتائج إيجابية، وحتى على مستوى كأس آسيا في 2015 يعني أحرز المركز طبعا الثالث. كل المؤشرات للأمانة كانت تدل أن هذا المنتخب يعني قادر على إلى كأس العالم. وبعد طبعا المشاركة الأولى كانت في 1990 بإيطاليا، كل الجماهير هنا الإماراتية كانت تتوقع يعني هذا الجيل الذهبي بقيادة عموري الوصول إلى كأس العالم، لكن كانت خيبة أمل كبيرة في مشوار هذا المنتخب في التصفيات وكانت نتائج سلبية. هناك العديد من المشاكل ظهرت. طبعا اليوم الاتحاد الإماراتي يحاول جاهدا معالجة المشاكل التي حصلت خاصة على مستوى ضعف الإمكانيات المهاجمين. نعلم أن الدوري الإماراتي أغلب المهاجمين هم أجانب، هناك محاولات لدعم العنصر المواطن، منح الثقة للاعب المهاجم حتى يعني يشارك ويستفيد من المباريات الودية والرسمية ويكون إضافة للمنتخب. فهناك محاولات، خاصة كما نعلم أن المنتخب الإماراتي مقبل على مشاركة مهمة جدا في بداية شهر 1/2019 وهي كأس أمم آسيا التي ستقام هنا في دولة الإمارات. أعتقد يعني هي تحدي كبير بالنسبة للكرة الإماراتية بعد أن وصلت إلى الدور النهائي سابقا وأحرزت المركز الثاني، فاليوم الرهان كبير، تلعب أمام جماهيرها وأمام أعلى ملعبها، فطبعا اللقب هو مطمح الجماهير الإماراتية في الفترة المقبلة. نتمنى طبعا التوفيق، نتمنى نجاح لمنتخب الإمارات وتحقيق ما يعني يصبو إليه خلال المرحلة المقبلة. أكيد يعني كل التوفيق للكرة الإماراتية إن شاء الله. زميلين يعني طمنا بقى على نادي شباب أهلي دبي والتدعيمات التي دعمها هذا النادي لاستقبال الموسم الجديد. بالضبط، يعني هو شباب أهلي دبي هذا هو كيان جديد كان يحمل اسم النادي الأهلي، وتم دمجه طبعا مع نادي الشباب، نادي عريق معروف يعني في المستوى الخليجي والعربي، ونادي دبي وأصبح يحمل اسم شباب الأهلي دبي. فالموسم الأول كان هو موسم انتقالي الموسم الماضي، يعني من المشاكل كانت موجودة في هذا النادي، لكن طبعا طموحات كبيرة والأهداف كبيرة جدا بالنسبة لهذا النادي الذي يحمل اسم كبير جدا وهنا في دبي والمنطقة وهو شباب الأهلي. فأعتقد المسؤولين يعني بدأوا تحركات قوية وقوية جدا في هذا الموسم إعدادا لبناء فريق قادر على المنافسة. وللأمانة هو النادي الأهلي يعني منذ أن كان هو كان فريق بطولات يعني تمام يعني ينافس على مستوى الآسيا وينافس على المستوى الخليجي وطبعا على المستوى المحلي، هو يعني من الفرق دائما مرشح للألقاب. لكن هذا الموسم شهدنا يعني تعاقد إدارة النادي مع المدرب التشيلي سيارة، مدرب الاتحاد السعودي، وسيتم خلال الأسبوع المقبل يعني عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل هذا التعاقد، بالإضافة إلى الخطوات الأولى كانت تعاقد مع أربع يعني ثلاث لاعبين بالتحديد مواصلين، هم أحمد خليل الابن الأصلي للنادي الأهلي انتقل إلى نادي الجزيرة ثم إلى نادي العين وعاد من جديد إلى بيته شباب الأهلي، وطبعا هو هداف وفاز بلقب أفضل لاعب على مستوى آسيا،
بالإضافة إلى مهاجم مميز لاعب خط وسط ومهاجم أحمد العطاس كان في نادي الجزيرة انتقل إلى شباب الأهلي وعبد الله ولاعب من ثلاث صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين الإماراتيين وصفقة الأجانب بدأت بالتعاقد مع رايمون دياز هذا اللاعب الأرجنتيني الذي يلعب في الدوري الأمريكي لاعب مميز جدا صانع ألعاب ويعني له طابع هجومي مميز هي صفقة ناجحة بكل المقاييس ستكون مفيدة حسب توقعاتنا الصفقات المقبلة يعني قريبا هناك مفاوضات كثيرة مع لاعبين يعني ينفطون في المنطقة الخليجية في الدوري السعودي مثلا بالإضافة إلى وجود يعني لاعب محترف يعني لوبانور هو لاعب مندوبي من أصل برازيلي يعني موجود ضمن قائمة اللاعبين الأجانب من الموسم الماضي وهو تقريبا اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سيستمر خلال الموسم المقبل طبعا هذه أولى التحركات على المستوى تعاقدات بالنسبة لشباب الأهلي بعد تشكيل شركة الكرة في النادي شباب الأهلي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم هو الذي سيقود يعني شركة الكرة وكل ما يتعلق بأمور الكرة في الموسم المقبل فهي تحركات إدارية تحركات فنية هناك جهود كبيرة مبذولة للأمانة يعني تشكر بالنسبة لهذا النادي للعودة إلى المكان الطبيعي وهو المنافسة على مستوى الألقاب المحلية سواء في الدوري الإماراتي أو على مستوى الألقاب الآسيوية في الفترة أكيد يعني زميلي كل التوفيق للكرة الإماراتية أولا وإن شاء الله تعودوا لمكانكم الطبيعي الإمارات بلدنا الثانية عشان كده أنا سألتك السؤال الأول أين الكرة الإماراتية والكرة العالمية الإمارات إحنا بنعشقها يعني كشعب مصر إن شاء الله توصل الكرة العالمية مع الاتحاد الإماراتي وكمان كل التوفيق لنادي شباب أهلي دبي وكل التوفيق لحضرتك في ما هو قادم شكرا جدا جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات الهامة جدا أستاذ منير رحومة شكرا جدا لحضرتك يعني الخبر الأخير اللي معايا قبل ما أطلع فاصل إن أهلي جدة بيبدأ فترة الإعداد يوم 9 يوليو الجاري وتدرب الفريق في جدة حتى يوم 15 يوليو موعد سفره إلى النمسا ده كان آخر خبر معايا قبل ما نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ الكبير الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير هنطلع فاصل استنوني بحضراتكم من جديد نورني وشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي في الاستوديو انا وسهلا بيك يا اسمح اهلا بك يا كابتن ميدو وسعيد بالتواجد معاك وسعيد بالتواجد على شاشه قناه الاهلي يا رب نكون ضيف خفيف كده على جمهور النادي الاهلي اكيد طبعا ان شاء الله اكيد طبعا حضرتك تنور اي مكان وطبعا ضيف خفيف وزي الفل كده ربنا يخليك يا كابتن ايه الاخبار الحمد لله تمام كله تمام كله تمام عندنا ملفات كتير اهمها اعتقد ان الجماهير مستنيه ان احنا نتكلم فيه عوده الجماهير واللي بيحارب عليها مجلس اداره النادي الاهلي بيحارب يعني بكل ما يملك من قوه ان هو يرجع الجماهير لمدرجات النادي الاهلي في اي مكان استاد القاهره استاد اسكندريه المهم الجماهير الاهلاويه ترجع تملا استاد الاهلي والجماهير عموما عشان نرجع نحس بطعم وروح الكوره يعني الحقيقه ده من الملفات المهمه اللي بيشتغل عليها مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب حاليا لان توجد قناعه كامله لدى مجلس اداره النادي الاهلي وباتت القناعه لدى كل المتابعين للكره في مصر ان الدوري بدون جماهير بلا طعم بلا مذاق ملوش معنى ادينا شفنا كاس العالم شفنا الناس موجوده ازاي شفنا الفرحه شفنا البهجه شفنا الجمهور من كل انحاء العالم قاعد مع بعضيه يعني ما شفناش مدرجات منفصله
في اي ماتشات، يعني تلاقي مثلا البرازيل بتلعب اول المكسيك جمهور داخل مع بعضيه، روسيا واسبانيا الجمهور داخل مع بعضيه، مصر والسعوديه كان نفس الحكايه. كل كاس العالم كده دايما بنشوف هذا المنظر، كل واحد بيقول فريقه وكل واحد بيشجع فريقه، وبنلاقي واحد بيضحك وجنبه واحد دموعه نازله بعد الماتش يعني. فوجود الجمهور مهم جدا لنجاح اي مسابقه، يعني لو شلت الجمهور من كاس العالم هتحس انك انت بتلعب حاجه ملهاش اي معنى ملهاش اي قيمه ملهاش اي طعم يعني. فنتخيل الدوري المصري اللي هو من 2011 طبعا يعني بسبب ظروف احنا مرينا بيها ما حدش بيمر بيها يمكن. شكل الجمهور قدام حضرتك هو حاجه تفرح يعني، الله مثلا حاجه عظيمه يعني من يعني. فجمهور النادي الاهلي جمهور ليه طبيعه خاصه، وجمهور ليه مذاق خاص، وجمهور ليه معنى خاص. جمهور النادي الاهلي ده هو روح النادي الاهلي، هو يعني اللي بيدي قيمه كبيره جدا للنادي الاهلي. وحتى كل العظماء في النادي الاهلي وفي مقدمه كابتن محمود الخطيب لما تلاقيه بيتكلم على الجمهور يقول لك الجمهور ده هو اللي عملنا، الجمهور ده هو اللي صنعنا، الجمهور ده هو رقم واحد في النادي الاهلي، هو الاسم الكبير جوه النادي الاهلي، هو اللي عامل تقل للنادي الاهلي، هو اللي عامل هو هي الشعبيه بتاعت النادي الاهلي في طول مصر وعرضها بالملايين. الجمهور ده هو اللي بيخلي قيمه الاهلي عاليه، هو ليه الناس بتجري وراك وتهتم بيك وبتجيب لك رعايه بتاخد بيها ملايين، لان انت مصر كلها وراك. ليه اي لاعب يتمنى ان يلعب في نادي الاهلي؟ لان البلد كلها موجوده يعني الجماهير بالملايين موجوده معاك في كل مكان. فهذا الملف من اهم الملفات ليس الاهلي فقط ولكن لكل الانديه. الاهلي تحديدا شايف انه مهم جدا بالنسبه له، لان غياب الجمهور عن النادي الاهلي اثر عليه بدرجه كبيره جدا طبعا. واثر على مستوى الكره في مصر بشكل طبعا. عام يعني طبعا. مفيش دوري ناجح في العالم بلا جمهور طبعا. فتحرك مجلس النادي الاهلي من اول نجاح كابتن محمود الخطيب ومجلسه، تم استحداث لجنه اسمها لجنه تحديث نظم حضور المباريات وتأمين الجماهير بالزبط. يعني المسمى واضح جدا ومسمى مهم جدا يعني تحديث نظم حضور المباريات، طريقة وآلية حضور المباريات بالنسبة للناس، وفوق ذلك تأمين كل من يحضر، يعني توفير الأمن والسلامة الكاملة لكل من يقف خلف النادي الأهلي أو أي مشجع في مصر. احنا نتمنى السلامة لكل الناس، يعني نتفق أو نختلف، هذا أهلاوي هذا زملكاوي هذا إسماعيلاوي ومصراوي، كل الانديه وكل الانتماءات، لكن في النهايه يهمنا حياه كل الناس. فتامين الجماهير ده عمليه مهمه جدا، فالاهلي بيشتغل على هذا الملف. حتى عندما اجتمع الكابتن الخطيب مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه الجديد، نتمنى ليه التوفيق في مهمته، بالمناسبه هو من الشخصيات المحترمه جدا والكوادر الاداريه المهذبه جدا، ومن الشخصيات اللي لها رؤيه ان شاء الله لو طبقت بشكل جيد ستساهم في اصلاحات كثيره في المنظومه الرياضيه. فكان من المحاور المهمه جدا في الجلسه مع وزير الرياضه الحديث عن ملف الجمهور، حتى ان السيد وزير الرياضه يعني طلب الاستعانه بملف الاهلي وما انجزه الاهلي في هذا الملف. يعني يمكن حتى السيد عمرو فاروق ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع وعنده افكار كثيره جدا في هذا الموضوع، باقي مجلس الاداره، لجنه الجماهير اللي موجوده بشكل عام. فمهم جدا ان احنا نشوف جمهورنا موجود في ارض الملعب، مهم جدا ان جمهور النادي الاهلي يرجع تاني يقف ورا فرقته، لان خلاص الدوري يعني بقى ماسخ جدا من غير الجمهور، الدوري بقى ضعيف من غير الجمهور، اللاعب ما كانش وراه الجمهور اللي يستفزه. ويمكن حضرتك عشت هذه اللحظات وشفت قد ايه الجمهور بيفرق معاك في الملعب، يعني اكيد ليك تجارب مهمه جدا مع الجمهور. شفت لما كنت موجود مثلا في انبي شفت الجمهور مثلا كان قليل، لما في الاهلي شفت الجمهور فرق معاك قد ايه وبيفرق مع اي لاعب قد ايه، وازاي الجمهور بيساهم في رفع قوه الفريق اللي بيدعمه وبيأزره، وازاي بيساهم في رفع قيمه المباراه ويخلي ليها جو كده وروح، وازاي بيكون ليه تاثير. ويكفي ان الكاميرا لما بتلف كده بتجيب لك ردود افعال الناس مباشرة. يعني دايما بنقول ان اللاعب في الملعب زي الفنان على المسرح، يعني هل تتخيل ان فنانا يصعد على خشبة المسرح فيجد نفسه مسرح خاليا بلا جمهور؟ يعني طب انت بتكلم مين او بتلعب مين؟ عندي خلفية ان الناس بتشوفني في التلفزيون، بس ان انا حد قدامي يديني رد فعل سريع يشجعني يأزرني يقف جنبي لما اكون في كبوة، يعني يدعمني لما اكون محتاج دعمه حتى وانا منتصر، بيزيد في تشجيعه وتأييده كي يحافظ على هذا الانتصار. وهذا الانتصار مهم جدا ان جمهورنا يبقى موجود، مهم جدا ان الكره المصريه يرجع لها جمهورها، لان ده كمان هيعلي الدوري بتاعنا وهيرفع من قيمه لاعبتنا، يعني هيعالج اخطاء كتيره جدا موجوده. يمكن شفنا يعني لما لعبنا وسط جمهور احيانا بعض اللعيبه بتتخض دلوقتي، لان يعني اللاعب اصبح معتاد على حاله الصمت الرهيبه اللي موجوده حواليه، مدرجاتنا بتنعق فيها الغربان موجوده فاضيه. المفروض الواحد يتمنى ان هي
تمتلئ عن اخرها ان شاء الله، تكون المرحله الجايه مرحله تعود الجمهور، جمهور النادي الاهلي بشكل خاص وجمهور مصر بشكل عام. يعني اكيد انا هاكد على كلام حضرتك ان انا دايما كنت بقول الجمهور يا جماعه هو الوحيد اللي بيقدر يطلع من لعيب الكوره حاجه ما يطلعهاش الا الجمهور، اللي هو بيتكلم فيها الاستاذ محمد القوصي، الحاجه اللي ما يقدرش لا مدرب ولا تلفزيون ولا ناس ورا التلفزيون، الجمهور يطلع منك حاجه الله. اللي هو ازاي ترجع تاني، هو ده ازاي تفوق، ازاي تبقى تعبان وتجري، محدش يقدر يطلع منك غير الجمهور. تمام، هو طول ما الجمهور معاك مش بيضغط عليك، بياخد بيدك بيدعمك، انا وراك شد، انا شايفك، انا عايزك، انا بديك طاقه معنويه طاقه ايجابيه بتخليك تطلع اكتر مما ينبغي. يعني ممكن يبقى عندك حماس، ممكن يبقى عندك كلام المدرب وبتنفذ، لكن الحماس الجامد جدا والرغبه انك تبسط الناس دي وتفرح الناس دي والناس ما تمشيش زعلانه منك، انك بتخليك تبذل فوق طاقتك فوق بالزبط. جهدك بالزبط. انك بدل مثلا ما تجري 6 كيلو ولا 7 كيلو تجري 10 كيلو في الملعب بالزبط. وتقطع نفسك، ان بدل ما تتحرك مثلا في مساحه معينه تروح تتحرك يمين بالزبط. وشمال وتعمل تغطياتك وتتحرك وتطلع قدام وتأدي دورك الدفاعي وتأدي دورك الهجومي، كل ده الجمهور بيكون ليه مفعول السحر. وياما جمهور مصر بشكل عام كان ليه دور كبير جدا مع المنتخب، وياما جمهور الاهلي كان ليه دور جدا كبير جدا في احراز عشرات البطولات. فمهم جدا ان هذا الجمهور يكون متواجد حتى يصنع الفارق مع انديته ومع منتخب بلاده، اللي ان شاء الله ادينا دخلنا كاس العالم وشفنا احنا مستوانا ايه وشفنا شكلنا ايه، محتاجين نرجع بشكل قوي، محتاجين نستفيد من التجربه، محتاجين ان احنا من نخرج من بوتقه الفشل اللي احنا ظهرنا فيها في كاس العالم لنجاح. ازاي الفشل ده يدفعنا ان احنا لازم ننجح، يعني ما نتوقفش نشوف الاخطاء. يعني اديك شفت لما منتخب كبير منتخب عظيم زي منتخب المانيا خرج من المونديال وهو بطل العالم في النسخه الاخيره، المانيا ما عادتش يعني تشق الجيوب وتلطم الخدود على اللبن المسكوب، لا دلوقتي بيفكروا ماذا حدث لنا، ايه السبب في ده، جددوا للراجل كمان ما فيش مشكله لانه شايفين ان بامكانيات بالظبط. يا كابتن المانيا في تاريخها كله من ساعه من الثلاثينات لغايه دلوقتي 10 مدربين في تاريخها كله بالظبط، لوف موجود من 2006 يعني من قبل كده يعني راجل فدي الناس بتشتغل ودي تفكر وبتعالج الاخطاء. هو مش القضيه ان انا اشيل مدرب، القضيه مش ان انا اشيل كوبر، القضيه مش اشيل مدرب في اي فريق، القضيه ان انا عندي خلل في منظومه الكره المصريه لابد ان ينصلح، والخلل ده المنظومه كلها تبقى كامله وكلها تبقى متكامله، من جمهور لملاعب لتحكيم لقطاعات ناشئين اللي هي الاساس في 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 الكوره في الدنيا كلها، اللي هي الاساس. ازاي يبقى عندك نادي قوي، يبقى عندك فرقه قويه، لازم يكون عندك بتطلع مواهب كل فتره، مخطط انا هو تخطيط. عندما يكون لدينا اتحاد كوره بيخطط بشكل جيد لابد ان احنا نتحرك في هذا الملف. هذا النادي الاهلي اتحرك، طب هل الاهلي هيتحرك لوحده علشان هذا الملف؟ هل الاهلي هيقدر يرجع جمهور لوحده؟ ما لازم الجهات المسؤوله عن هذا الملف تتحرك، ومنها اتحاد الكوره ومنها وزاره الشباب والرياضه. يعني انا شايف برضو اتحاد الكوره ما زال لم يتحرك بشكل واضح ومباشر، يعني مش كل حاجه هنلقي بالمسؤوليه على القطاع الامني او على الجهات الامنيه، يعني لازم يكون عندنا حلول وعندنا افكار. ودينا شفنا يمكن الروابط بدات تنحل، انحلت خلاص، ما عادش في روابط اللي هي كانت بتشكل القلق والازعاج، وكان هناك يعني بعض الانفلاتات وبعض التجاوزات، الناس يعني استجابوا بشكل محترم، لهم الشكر ولهم التقدير، اتحلت رابط الالتراس والوايت نايتس وكل الرابط، لم تعد هناك رابط لتعود كل جماهير مصر كما كانت قبل كده، زي ما كنا شفناها قبل كده في مصر في 2006 لو تفتكر كاس الامم الافريقيه، حاجه العظيمه اللي كانت اللي ما شفناها دي، وكانت يعني شفنا شعب المصري بكل طوائفه، وشفنا الاسره المصريه موجوده، ال 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 الاسره كلها ترجع للمدرج، يعني خلاص حته ان مجموعه تسيطر على المدرج وتوجهه بشكل معين خلاص تقريبا انتهت، ولهم الاحترام، ونستغل ده ونستثمر ده علشان ننطلق باذن الله وبفضل الله الى مرحله جديده جدا تفيد كل قطاعات الرياضه في مصر. تمام، يعني خليني مركز معاك في موضوع عوده الجماهير يا استاذ محمد. حضرتك قلت كنا بنشوف الجماهير او بنشوف الجماهير دلوقتي في روسيا، الجماهير الالمانيه قاعده جنب الجماهير مش عارف مين، الجماهير اليابانيه قاعده مش عارف، تفتكر حاله الوئام اللي بينهم دي جايه حبا يعني ان هم بيحبوا بعض، ولا جايه ان في حاجه اسمها رادع وفي حاجه اسمها انا لو اخطات هيتقطع رقبتي؟ هو ده الكلام. في قانون، في متابعه، في كاميرات مراقبه، في ناس عندها روح كويسه،
روح رياضيه روح محترمه. انا قاعد مع جنب كابتن عبد الحميد هو بيشجع فرقه انا بشجع فرقه, هو له احترامه وتقديره وانا احترامه وتقديري, هو يفرح بفرقته وانا افرح بفرقتي, لكن مش من حقي ان انا يعني اهينه ولا اهين فرقته ولا مدي ده عليه ولا اشتمه ولا اعمل حاجه. ده جاي من ان في قانون موجود لانه عارف ان اذا اخطا واذا تجاوز هيتجاب وهيتحاسب, وبنشوف ده بشكل واضح جدا في الدورات الاوروبيه والدوري الانجليزي تحديدا. عندما يخطئ اي مشجع حتى لو كان خارج انجلترا بيجيبوه ويمنعوه من دخول الملاعب, ممكن يصدر عنه عليه حكم بعدم دخول الملاعب لمده 10 سنوات وقد يصل العقوبه الى السجن اذا تطلب الامر. فلا بد ان يكون لديك هذا القانون الرادع اللي قاعدين دول مع بعضهم لان عارفين انهم قاعدين في منظومه, قاعدين في في, في في حاجه مظله كلهم بتحميهم, عارف اللي هيخطا هيتجاب. لكن انا مش عندي ناس بتكسر المدرجات وناس بتشتم وناس بتهين وناس بتسب وناس تسيل دماء وفي الاخر قد ينتهي الموضوع الى لا شيء يعني. فمهم جدا ان القانون يطبق, ويعني اذا طبقنا القانون سينضبط كل شيء. احنا عندنا قوانين كتيره جدا في كل الاتجاهات يعني, هذه القوانين موجوده مكتوبه وموجوده, لكن الذي نحتاجه ان نفعل هذه القوانين, والذي نحتاجه ان احنا كمواطنين نلتزم ويكون عندنا ضمير ويكون عندنا اخلاقيات ويكون عندنا تربيه وان انا احترم المنافس بتاعي. احنا لسنا خصوما يعني, البعض احيانا بيقول لك ايه الاهلي يواجه خصمه او الزمالك يواجه خصمه, لا احنا ما بنواجهش خصوم, احنا بنواجه منافسين. الرياضه عمليه تنافسيه وليس عمليه فيها خصام وفيها صراع وفيها نزاع وفيها قتال. الرياضه يعني بترفع وتسمو بسلوك الانسان, بتوصله مرحله النبل الاخلاقي. فمهم جدا ان احنا نحترم ده. انا ازاي اتقبل الخساره؟ بشوف الناس في المونديال والله دروس بنشوفها قدامنا كل يوم يعني. امبارح ماتش انجلترا وكولومبيا, خلاص انجلترا بتكسب الماتش بيجي فيها جون في الدقيقه الثانيه الاخيره من الثالثه في الوقت بدل الضايع, فتصاب الصدمه بالناس وفرحه غير عاديه مثلا للجمهور الكولومبي. لما تيجي في ضربات الجزاء خلاص كولومبيا داخله على الضربه الرابعه وهتخلص, تتشات تيجي في العارضه وترجع تاني وانجلترا ترجع وتخلص القصه, تبقى ناس بتبكي بحرقه وجواها احباط, لكن احباطه ده ما بيطلعش على الكراسي, ما بيطلعش على الناس, ما بنشوفوش في صورة ألفاظ قذرة, ما بنشوفوش في صورة ألفاظ وحشة ولا بتاع, الناس بيعيط وبيسقف. هو ده اللي احنا عايزينه من الجمهور المصري يعني. يعني بنتكلم يا جماعة في الرادع, وانا تعمدت ان انا اخلي الاستاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير اللي باع كبير في الرياضة المصرية, انا اتكلم في الرادع. لما بقول رادع بقول قطع رقبة, انا بحميك انت, خلي بالك انا بحميك انت عشان تبقى قاعد في المدرج تفرح تتبسط تزعل محدش يحتك بيك. انا في حالي وده في حاله, زي ما الاستاذ محمد بيقول الجمهور هنا قاعد فرحان والجمهور قاعد حزين. لو في حريات مطلقه هتلاقي ده موت ده وده قتل ده وده بيشتم في ده وده بيشتم في ده, لكن طالما في رادع كله يبقى قاعد يعني احتراما للنفس فقط لغير. فالرادع حمايه لحضرتك انت, مش رادع وخلاص, مش مجرد رادع وخلاص. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. اهلا بحضراتكم من جديد, لسه مستمرين معاكم معايا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي, وبنتكلم في القضايا المطروحه على الساحه حاليا. نروح لاتحاد الكوره, قال هنعمل دوري مجموعتين, لا مجموعه واحده, لا 25 لعيب, لا 28 لعيب, لا خلاص 25 لعيب ونزود. النبي ده كلام, هو احنا كل سنه هنقعد يعني كل سنه هنقعد نتكلم في الموال ده؟ والله ما عارف. كل سنه رايحين الدوري امتى يبقى لنا نظام ثابت زي ما الدنيا كلها؟ خلاص انت المفروض توصلت لشكل معين, مش معقوله حاجه توديني وحاجه تجيبني, مش معقوله كل سنه افكر الدوري السنه دي هيبقى شكله ايه, مجموعه ولا مجموعتين ازاي يا جماعه؟ ده احنا في الايام الصعبه في السنوات اللي فاتت عملنا مجموعتين, الناس كلها كانت بتصور وفي دوري في العالم من مجموعتين يعني ازاي يبقى دوري؟ ما دوري يعني انت بتلعب مع الفرق كلها, انت 20 فرقه ولا 18 فرقه بتلعب مع 17 فرقه, بتلعب 17 ماتش في الدور الاول و17 ماتش في الدور الثاني, يعني ايه دوري من مجموعتين؟ انتوا عايزين تبوظوا الكوره في مصر؟ يعني عايزين ازاي واحد ياخد دوره وما يتقابلش مع ناس معاه في الدوري؟ يعني ده كلام غريب جدا وكلام مثير جدا. انا مش عارف مين العبقري اللي طرح الفكره دي وليه طرحها في الوقت ده, هي ليه بس؟ يعني اللي بيعمل حاجه يعني يا ريت الناس تتحرك من اجل مصلحه البلد دي بس, من اجل مصلحه الكره المصريه بس, يعني اكيد ده حد اتحرك بدافع ملوش علاقه بمصلحه الكره في مصر يعني, لان ده لان فكره ان حد مجرد يطرح فكره المجموعتين دي حاجه كارثيه الحقيقه يعني. مفيش حاجه اسمها عشان اوفر وقت اخرب الكره المصريه,
ده شيء يعني شيء مخرب وشيء مدمر. يعني احنا ما صدقنا ما رجعنا، عدنا يعني المسلمين على ما قدرنا نرجع للشكل اللي احنا موجودين فيه ده، والحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، وعايزين نرجع الجماهير والدنيا تبقى كويسه، وبعدين دوري قوي زي ما في الدنيا كلها. مفيش بلد في العالم بتطبق دوري المجموعتين ده خالص يعني. فاعتقد ان الفكره دي لم اللي طرحها يعني طرحها مش عارف طرحها ازاي بامر غريب جدا. نفسها فكره 25 و30 و28 وثلاث اجانب واربع اجانب وثلاثه في الملعب واربعه في الملعب واثنين في الملعب. عمي ما تحط لي نظام، انا اتلخبطت يعني. يعني مش عارف يعني، ادينا نظام ثابت، ادينا قواعد ثابته نشتغل عليها، قواعد يكون هدفها خدمه الكره في مصر. يكفي انك انت بتلعب كاس العالم وما عندكش مهاجم، ده اكبر فشل للدوري المصري. مفيش دوري في الدنيا ما يطلعش لكش مهاجم. ما هو يا اما فشل من الاداره اللي بتدير المنتخب الوطني مش عارفه تلاقي مهاجم يلعب لك، ده اكيد او انك انت يعني ما تتعامل على مهاجم واحد اللي هو مروان محسن مهاجم الاهلي، ويعني مفيش فرقه في العالم، اقل فرقه في العالم عندها 3 4 مهاجمين صراحه ومبشرين. محمد احنا ما عندناش مهاجمين في مصر يا صاحبي، يعني انت لو لفيت لمصر مش هتطلع مش على الاقل 5 مهاجمين. دي مسؤوليه اتحاد الكره يا كابتن، المفروض اتحاد الكره يفكر في الموضوع ده دايما يعني. حتى في كل الدول في العالم لما بيلاقوا عندهم مشكله بيتحركوا في هذه المشكله. شايف اتحاد الكره عنده مشكله في المهاجمين، ما اتحرك واشوف واشتغل، اشتغل من تحت علشان اقدر اطلع ده. انا عايز المشكله دي لما اجي كاس عالم في 22 ما تكونش عندي المشكله دي اساسا، وعندي امم افريقيا في 19 هعمل ايه يعني؟ يعني يعني لازم يكون في تحركات علشان تنهي هذه المشكله. مش انا تحرك ان انا ابوظ الكره في مصر واعمل مجموعتين، وتحرك ان انا اعمل 25 ولا اعمل 28 ولا اشوف مصلحه مصلحه الكوره، مش مصلحه انديه معينه بالزبط. مش مصلحه ناس معينه، مش ناس كلمتني وضغط علي اعمل كده يعني. فتبقى الامور واضحه بشكل واضح. فطبعا يعني انا شايف ان اتحاد الكوره محتاج الى نوع كبير جدا من الضبط والربط، وان يكون عندنا رؤيه ثابته، رؤية لسنوات طويلة. انت خطط لي لعمل نهضة في الكرة المصرية، خطط لي لعمل طفرة في الكرة المصرية، خطط لي لعمل تطوير في الكرة المصرية، خطط لي ازاي اوصل للمواهب اللي موجودة عندي في مصر كلها، ازاي اعمل دوريات تحت تطلع لي لعيبة، يعني اشوف لها اي طريقة، اشوف لها اي سكة باي شكل. انا عندي يا كابتن بالظبط، انا عندي يعني هو ايه سبب ان احنا 100 مليون المؤكد ان عندنا الاف المواهب موجودة في مصر، عندك من اسوان لغايه مرسى مطروح لاسكندريه للدنيا كلها. معقوله مش لاقي مواهب في المنطقه دي كلها؟ معقوله انك بتعتمد على اللي بيظهر عندك بالصدفه؟ هو انا كم وده قلته قبل كده لما محمد صلاح، هل حد خطط ليه عشان يوصل للعالميه؟ ولا محمد صلاح ظهر بالصدفه وهو اللي جه من بلدهم، راح المقاولين وكانوا هيمشوه وراح الزمالك وما رضوش ياخدوه ومحدش كان شايفه في مصر، بعد كده يطلع ويعمل تجربته وينجح بفضل الله طبعا وتوفيقه سبحانه وتعالى. لكن في النهايه احنا ما خططناش لده، احنا ما عملناش ده، وكثير من المواهب عندنا نجحت ما عملناش ده. طب ما انا اشتغل لده، انا عندي قطاع اللي هو فيه كل ولاد مصر اللي هو ايه؟ المدارس. المدارس دي ما فيش حد فينا دلوقتي خلاص، كل اي عيل بست سنين بيخش المدرسه. انا لازم اروح للناس دي، لازم اعمل دوريات، لازم ادور لازم ادور على الناس دي، هلاقي بين دول اللي بيلعب قدم واللي بيلعب سله واللي بيلعب طايره واللي بيلعب العاب قوه واللي عنده سرعات واللي عنده قوات واللي يقدر يلعب مصارعه واللي يقدر يلعب جمباز واللي يقدر، هلاقي كل النوعيات زي ما حضرتك قلت. هلاقي ايوه هلاقي كل النوعيات، بس افتح المجال ده وافتح السكه دي. لكن انا كاتحاد كوره ادور على مواهب الكرويه في المناطق دي، انا بستنى اللي بيجيبه اللي او احط حاجات، احط سياسات، الوزاره تتحرك، البلد مهم يكون في حل للي احنا فيه ده. لان اصبحت كره القدم مش مجرد لعبه بتتلعب و11 و11 بيجروا وراها وفرقتين وخلاص، كره القدم بتتحكم في المزاج العام للشعب، بتفرح الشعب، بتحزن الشعب. الحقيقه الشعب ما بيستفيدش منها، لكن انا معنويا انا بتبسط. انت لما تلاقي مصر منتصره تلاقي الناس رايحه شغلها وهي مبسوطه بدل ما اروح شغلي وانا منكسر وانا محبط. ده مش لعبه يا جماعه، ده دلوقتي عمليه مهمه جدا في الوقت. ودايما نجاح الرياضه ونجاح الفن بيعبر عن تحضر الامم، عن تقدمها، عن استقرارها، عن الشكل العام المهم بتشوف الدوله. يعني مثلا دوله زي المانيا لما سقطت ده مش معناه ان هي انهارت، لا، هتتفرج على المانيا وهتشوف هم هيعملوا ايه اقوى من الاول. ليه؟ لان الدوله دي ما تسيبش اتحاد الكره هناك مش هينام لغايه ما يصلح الخلل اللي حصل له ده. فمهم جدا ان اتحاد الكره يتحرك ويشتغل، وان وزاره الرياضه تتحرك وتشتغل، وايدها تبقى موجوده في الرياضه. ما ينفعش يعني ان هي غلت ايدها عن الرياضه المصريه، ده امر خطير جدا يا جماعه. المفروض يبقى ليها دور كبير جدا ولها تخطيط عام وسياسات عامه تشتغل عليها. يعني اعتقد الدكتور اشرف صفحي عنده كل هذه الملفات يعني هيشتغل عليها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني قبل ما اسال الاستاذ محمد القوصي في رايه في معسكر الفريق الحالي
في كرواتيا. نطلع نشوف وليد سليمان قال ايه في هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. حضراتكم من جديد يعني اللقاء وكلام مهم جدا قال وليد سليمان ولخص فيه حاجات كتير جدا. لما تقعدوا تسمعوا الكلام مره واثنين هتلاقوا ان وليد سليمان لخص كلام كتير جدا جدا، خصوصا قال لك انا كنت عاشق للنادي الاهلي وكنت مشجع النادي الاهلي قبل ما اجي النادي الاهلي، وكان حلمي ان انا البس قميص النادي الاهلي، فمش معقول بعد ما ربنا اداني كل ده ارجع اتشرط على النادي الاهلي. نقاط مهمة جدا الحقيقة، يعني عجبتني تشوف لما يكون كلام طالع من القلب بيوصلك على طول. يعني في أكتر من جملة قالها كابتن وليد عجبتني، لما بيقول لك طبعا غير الجملة أنت قلتها إن أنا كنت مشجع للأهلي فلما أجي ما تنططش على الأهلي أو ما فرضش على الأهلي شروطي، أنا كنت بتمنى وأحلم إن أنا أخش هذا المكان، فما ينفعش إن بعد ربنا يكرمني فعلا. لكن لما يجي يقول لك جملة الأهلي وطن جوه الوطن، شوف مدى الجملة دي، يعني بمدى إحساسه بقيمة والأهلي، بمدى إن الأهلي ده بيمثل بالنسبة له إيه. يعني وطبعا وطننا مصر العظيم كله اللي هو اللي بيحتضننا كلنا، بس يعني بيحسسك إن ده بيته، يعني بيته هو اللي عايش فيه جوه الوطن يعني. فده إحساس كبير جدا من لاعب كبير جدا ومهم جدا، بيتكلم على يعني عملية الفلوس، إن أنا يعني أنا بلعب في النادي الأهلي فمؤكد إن فلوسي مضمونة، يعني مش لازم أقعد أتشرط ومش لازم يعني أخد كل حاجة، يعني مش كل حاجة الفلوس، يعني لازم لعيبة الكورة تدرك. أنت الحمد لله دلوقتي لاعب الكورة بياخد مقابل مالي لم يحصل على أي جيل من قبل، يعني تلاقي في مواهب كبيرة جدا وعظيمة ما حصلتش على حاجة عندها ما تجيش عشرها في الموهبة دلوقتي. فاحمد ربنا على اللي انت فيه، ومش الفلوس يعني في النهايه، مش الناس هتطلع تقول انك انت كان عندك 100 مليون، لكن هتطلع تقول ان الكابتن ده في وقت معين قدر يجيب بطوله معينه، قدر يكون ليه بصمه معينه، قدر يكون ليه هدف معين، قدر يحققه مع النادي الاهلي او مع ناديه او مع منتخبه. قيمتك ايه اللي انت حققتها؟ ما تبصش ان الجزئيه دي طبعا مهمه جدا، الفلوس هنا كلنا وكل اي حد فينا محتاج الفلوس، بس ما بيبقاش طمع لهذا المستوى. يعني يبقى عندنا حاله من الرضا باللي ربنا بيديهولنا، يعني وربنا مدي كتير جدا للعيبه الكوره، ربنا يكرمهم ويبارك لهم، لكن المفروض ده يشتغل. يعني لما شايفين حد زي محمد صلاح ربنا يكرمه ويوفقه، انا مش عايز الناس تبص للقيمه الماليه بتاعت محمد صلاح دلوقتي وتقعد تبص لها نظرا للظروف الماليه الموجوده في مصر، لا بص محمد صلاح عمل ايه، بص القيمته والناس مقدراها ازاي وقدرته، بص شخصيته، بص حفاظه على نفسه، يعني دي مؤسسه دلوقتي. فاتمنى ان الناس كلها تستفيد من هذا الامر وتستفيد من كلام وليد، يعني حاجه مهمه جدا. يعني ليه هدف وليد كمان يا استاذ محمد قدام حضرتك اهي، اتكلم كلام ولا اروع بصراحه. لا حاجه محترمه جدا يعني مميزه، نتمنى ليهم التوفيق. طبعا نتكلم طبعا عن المعسكر اللي موجود على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا، كمان الالتزام على وش وليد والتعب جامد جدا الوضع. يعني هم بيعملوا تدريبتين، تدريب صباحيه وتمرين مسائي، وبعد كده في ماتشين وديين خلال ال10 ايام اللي موجودين. الاهلي معتاد على هذه المعسكرات لتجهيز لعيبته وتحديد اهدافهم مبكرا وتجهيز اللعيبه بدنيا وفنيا، وفرصه كبيره جدا لميسيو باتريس كارترون الفرنسي اللي بيقود الاهلي لاول مره، ان يتعرف على اللعيبه، يتعرف على قدراتهم، يتعرف على امكاناتهم عن قرب. يمكن هو شاف اللعيبه من خلال ماتشين وديين لعبهم قبل ما يسافر، وخلال التدريبات اللي كانت في معسكر في برج العرب، لكن المعسكر ده اكيد هيحط ايديه على كل النقاط القويه وكل النقاط الضعيفه في الاداء الاهلي، وهيشوف هو عايز ايه، وهيشوف اللاعب بيلعب فين، وهيشوف حاجات كتيره جدا. نتمنى ليه التوفيق. طبعا معسكر موفق جدا للنادي الاهلي في توقيت مهم جدا، لان الاهلي مقبل يعني هيجي المعسكر ده عنده يوم 17 يوليو مباراة مع بطل بوتسوانا، ايوه، فدي مهمه جدا في دوري ابطال افريقي. هذه المباراه مساله يعني حياه او موت، اكل او لا اكون بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله يوفق فيها وياخد الثلاث نقاط. اعتقد هتكون عمليه مهمه جدا، بعد المعسكر ده نشوف شكل مختلف للنادي الاهلي في المرحله الجايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، ودايما بتنورني وتشرفني. ربنا يخليك كابتن ميدو، وتشرفت بالوجود معاك وبالظهور على شاشه قناه الاهلي اللي كلنا بنعشقها وبنحبها. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، اشكرك. يعني دي كانت نهايه جولتنا النهارده في الاهلي في كل مكان، وان شاء الله بكره لقاء مميز جدا مع النجم الكابتن بدر رجب. عايز اقول لكم قبل ما اختم، اوعوا الاحداث اللي بتظهر على الساحه الرياضيه الايام دي تنسيكوا
ان في 72 واحد ماتوا حبا وعشقا في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هيفضل في القلوب. النادي الاهلي عمره ما يهزه اي حاجه خالص، ولا ماديات الدنيا كلها تهز هذا النادي الكبير. بفكركم دايما بالراحه، ماتوا علشان يشجعوا النادي الاهلي بس، مش مستفيدين من النادي الاهلي في اي حاجه. النادي الاهلي في ايدي امينه جدا جدا جدا، النادي الاهلي في ايدي محبه للنادي الاهلي وبس. خليكم دايما داعمين لهذا الكيان الكبير وكل من يمثله بصدق واخلاص. شكرا جدا لحضراتكم، بتنوروني وبتشرفوني دايما، والتقي بيكم في القريب العاجل ومع السلامه.